السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الأهلي ليه. طبعا يعني كلام كتير جدا هنتكلم عليه وأحداث كتيرة جدا هنتكلم عليها، وكمان متابعين مع حضراتكم مباريات الدوري العام وكمان أخبار وبعثة النادي الأهلي في الوصول إلى الجزائر علشان إن شاء الله المباراة اللي هتقام يوم الجمعة مع شبيبة الثورة الجزائري في المباراة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. حاجات كتيرة جدا معانا وأخبار، لكن الجزء الأهم والجزء المهم هو فقرة حوارية أولى، فقرة حوارية تانية مع اتنين من نجوم النادي الأهلي. الفقرة الأولى مع كابتن النادي الأهلي ونجم النادي الأهلي الكابتن تامر بيجاتو، وبعديها الفقرة التانية مع واحد أيضا من نجوم النادي الأهلي الكابتن إسلام عادل لاعب الأهلي السابق والمحترف الحالي في الدوري السعودي. طيب قبل بقى ما نروح للأخبار معنا خبرين مهمين جدا. الخبر الأول خاص بالنادي الأهلي وهو بيان أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، هنقراه لحضراتكم وهو الخبر الأول. مجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة بالتدخل ومحاسبة رئيس نادي الزمالك على تجاوزاته وإثارته للفتن بين الجماهير وترويج الأكاذيب المتكررة واحتمائه خلف الحصانة البرلمانية التي تحول دون إخضاعه لجهات التحقيق وفقا للقانون، ونحذر من الخطر القادم على الرياضة المصرية بشكل عام والمنتخبات الوطنية بشكل خاص جراء استمرار رئيس الزمالك على نهجه المتجاوز في حق الآخرين، ويناشد النادي الأهلي بالتدخل القوي لتنفيذ القانون ومثوله أمام الجهات التحقيق وإيقاف خروجه الدائم عن السلوك العام الذي يتنافى مع كل قيم وأخلاقيات المجتمع المصري. ده البيان الأول النادي الأهلي قدمه صباح اليوم. كان في رد سريع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد، واللي هنقراه لحضراتكم واللي موجود على طبعا كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. طبعا بعد تحرك النادي الأهلي قرار جديد بمنع رئيس نادي الزمالك من الظهور إعلاميا، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد قرر منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين. القرار الخاص برئيس نادي الزمالك يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب. وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضة المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصري. كان النادي الأهلي قد تقدم بطلب رئيس مجلس النواب أيضا اللي احنا كنا قرأناه لحضراتكم الدكتور علي عبد العال من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك للتحقيق بعد التجاوزات الفجة التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر. دول كانوا بيانين مهمين جدا، حبينا ان احنا نبدأ مع حضراتكم طبعا قبل ما نبدأ في الأخبار. وزي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي لسه مكمل في حاجات كتيرة جدا، لكن النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا. النادي الأهلي مكمل بصفقاته، مكمل بشخصيته، عنده مباراة مهمة إن شاء الله يوم الجمعة، مباراة أكيد هتريحنا كتير جدا جدا في الثلاث نقاط علشان نقفل أول لقاءين بست نقاط، وبالتالي بقى نبدأ نحن نركز في مشوار الدوري. البطولة الأفريقية بالشكل الجديد الاتحاد الأفريقي بيحاول إن هو ينظمها، طبعا السنة دي هيكون استثناء إن هي تبدأ في شهر 12 أو تبدأ في شهر 1 وتنتهي بنهاية شهر مايو أو أول يونيو. الاتحاد الأفريقي حابب إن هو يظبط كل البطولات تكون زي البطولات الأوروبية، سواء
كأس الأمم الأفريقية يكون في نفس التوقيت لبطولة الأمم الأوروبية بعد نهاية الموسم، وكمان تكون في السنوات الفردية علشان لا تتعارض مع بطولة الأمم الأوروبية. أيضا بنتكلم على دوري الأبطال، وإنه يبدأ مع دوري أبطال أوروبا أو الشامبيونز ليج يبدأ في شهر سبتمبر وينتهي في شهر نهاية مايو أو أوائل شهر يونيو، وبالتالي الحمل يكون خفيف على الأندية الأفريقية. ليه الحمل يكون خفيف؟ علشان احنا زي ما حضراتكم عارفين في أوروبا ناس كتيرة جدا مش بتاخد بالها من الموضوع ده، إن ممكن يكون فريق بيلعب يوم الثلاث أو الأربع في دوري الأبطال يلعب مباراة يوم السبت أو يوم الحد ما عندوش أي مشكلة، لكن الطيران في أوروبا مختلف، الطيران من بلد لبلد ساعتين بدون ترانزيت أو بدون أي متاع، وبالتالي المسافات في أوروبا كلها قريبة لبعض. أما في أفريقيا فالموضوع صعب، الموضوع فيه جهد كبير جدا من بلد لبلد، نادرا لما بيكون في طيران مباشر، لازم يكون في ترانزيت، والترانزيت بيكون لوقت طويل، وطبعا المباراة لازم الفريق يسافر قبلها بثلاث أربع أيام علشان ينتظم في التدريبات وعلى حرارة الجو سواء كان الجو بارد أو الجو سخن، وبالتالي كمان يعني أرضية الملعب سواء كانت نجيل صناعي أو نجيل طبيعي. طبعا نجيل طبيعي فالموضوع بيبقى أسهل، أما النجيل الطبيعي اللي بيكون متأثر شوية بحرارة الجو سواء كان في الشتاء أو في البرد طبعا بيبقى، أو في الشتاء أو الصيف آسف، بيبقى الموضوع في نوع من أنواع لازم يكون في تعود اللعيبة بعض الشيء قبل المباراة ما تتلعب. لكن الأمور في البلاد العربية إلى حد ما طبعا أريح بكتير، بيبقى في طيران مباشر، بيبقى في أرضية ملعب بتكون على أعلى مستوى، وكمان الأهلي بيكون طبيعي إن هو في الجزائر في تونس في المغرب بيكون متعود إن هو يلعب في البلاد العربية عكس البلاد الأفريقية. يعني جنوب أفريقيا حاليا في الوقت الحالي الجو عندهم حر جدا، وبالتالي يعني لما بيكون لو الأهلي كان وقع معاه في المجموعة سان داونز كان الموضوع كان هيبقى مختلف تماما. طيب عشان الوقت ما يجريش مننا سريعا، النهارده بتقام مباريات في بطولة الدوري الممتاز المصري، هنقول لحضراتكم النتائج. مباراة لعبت عصر اليوم ما بين مصر للمقصة والمقاولون العرب، والمباراة انتهت 2-1 لمصر للمقصة. المقاولون العرب اتقدم 1-0 عن طريق محمد سمير من ضربة جزاء في الدقيقة 31، لكن طبعا شميلس بيكلي اللاعب المنتقل من صفوف بتروجيت إلى مصر للمقصة بيتألق وبيحرز هدفين، هدف في الدقيقة 64 وهدف في الدقيقة 90 علشان يهدي فريق مصر للمقصة. ثلاث نقاط غاليين جدا جدا من خصم قوي ومدير فني محترم الكابتن عماد النحاس وأيضا الفريق المقاولين العرب اللي أخذ عين بعد سلسلة انتصارات بيتعثر في آخر لقاءاته في الدوري الممتاز. لكن المباراة كانت أيضا بتتلعب من شوية، مباراة الإنتاج الحربي وبيراميدز، والمباراة انتهت 1-1 بين الفريقين، ولسه في مباراة تالتة هتتلعب ما بين فريق النجوم وفريق سموحة الساعة 8 يعني بعد حوالي 50 دقيقة من دلوقتي. هتكون أكيد مباراة قوية جدا، الفريقين عندهم دافع والفريقين عندهم الطموح، سواء فريق نجوم في استمراره بالبعد عن منطقة الهبوط وفريق سموحة علشان يقرب أكثر من فرق المقدمة. نبدأ مع حضراتكم الأخبار، لكن طبعا الخبر الأول خاص ببعثة النادي الأهلي. بعثة النادي الأهلي تصل الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة. شبيبة الثورة من الفرق المميزة جدا، من الفرق القوية اللي سنة أولى أفريقيا، لكن مش معنى أن هي تخسر أولى لقاءاتها في دوري أبطال أفريقيا من فريق سيمبا التنزاني بثلاث أهداف مقابل لا شيء تبقى مباراة سهلة، مباراة صعبة بيلعب على ملعبه وسط جمهوره. كلنا سمعنا تصريحات المدير الفني لفريق شبيبة الثورة، وقال فريق النادي الأهلي فريق محترم، فريق كبير، وإحنا عاملين له 1000 مليون حساب، ويعني مش هنضحك على بعض ان لقاءات الاهلي امام اي فريق من الفرق سواء المحليه او الافريقيه بتبقى مباراه صعبه جدا، بتبقى مباراه فيها شو للفريق المنافس. فريق شبيبه الثوره عايز يظهر امكانياته وقدراته، عايز يظهر اللعيبه اللي موجودين في شبيبه الثوره عايزين يظهروا امكانياتهم، لعل وعسى اي فريق اي لعيب ينتقل من فريق شبيبه الثوره الى فريق اخر، ممكن داخل الجزائر ممكن خارج الجزائر. بالمناسبه شبيبه الثوره حاليا في الدوري الجزائري في المركز الخامس، لعب 16 مباراه
فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وهزم في 5. عنده من النقاط 23 نقطة، يعني أحرز 14 هدف ودخل فيه 7 أهداف. فواضح جدا أن هم مميزين في الحتة الدفاعية، الحتة الدفاعية عند فريق شبيبة الثورة واضح أن هم عندهم تماسك. طبعا الناحية الهجومية طبعا الأول عنده اتحاد الجزائر عنده 27 هدف، لكن أهم حاجة أن هم موجودين في وسط الجدول أو يعني في التوب 5 أو أكتر 5 أندية أو أكبر 5 أندية في الدوري الجزائري. لكن فريق شبيبة الثورة كمان زي ما قلت لحضراتكم خسر في مباراته الأخيرة أمام فريق سيمبا التنزاني بالثلاث أهداف مقابل لا شيء. أما في الدوري الجزائري أيضا فهو خسر من شبيبة القبائل الفريق الجزائري المعروف الشهير بنتيجة 1-0. فهو بالتالي الدوافع عنده كتيرة، محدش يقول المباراة سهلة، محدش يفتكر أن المباراة ممكن تكون سهلة على النادي الأهلي. النادي الأهلي عامل للمباراة 1000 مليون حساب وبيفكر فيه إزاي يطلع من الجزائر بثلاث نقط. أكيد التعادل أمر مش وحش، لكن مش هو ده سمات النادي الأهلي ومش هي دي الهدف اللي النادي الأهلي رايح عشانه. النادي الأهلي رايح علشان 3 نقاط فقط لا غير، طبعا بالصفقات الجديدة بالناس اللي موجودين قبل كده إن شاء الله يكون في تعزيزات لسه جاية، وبالتالي هنشوف إن شاء الله يعني شكل النادي الأهلي سواء في الدفاع أو في الهجوم إن شاء الله يكون حاجة مشرفة وحاجة مختلفة زي اللي احنا شفناها في آخر مباراة لفريق النادي الأهلي أمام فريق فيتا كلوب. طبعا النادي الأهلي بعثة تصل إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة الثورة، والقائمة بتضم 19 لاعب: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، وعمر السلية، وحمدي فتحي، وكريم ندفد، ومحمد شريف، وأحمد حمودي، ونصر ماهر، ووليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، وجونيور أجاي، وميدو جابر، وإسلام محل. السفارة المصرية والمقاولون العرب وعضو مجلس شبيبة الثورة في استقبال النادي الأهلي بالجزائر، وفد طبعا من السفارة المصرية استقبلوا بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار هواري بومدين بالجزائر استعدادا للمباراة اللي هتقام يوم الجمعة إن شاء الله. وضم وفد السفارة المصرية المستشار شعبان خليفة والقنصل أحمد صبحي والمسؤول السياسي نبيل الجواهرجي، وتواجد أيضا مندوبين من شركة المقاولون العرب. و طبعا يعني كان في استقبال النادي الأهلي عضو مجلس إدارة شبيبة الثورة بالأخضر مراد كان أيضا في استقبال البعثة. أستاذ خالد الدرندالي رئيس بعثة النادي الأهلي في الجزائر بيشيد بجهود السفارة المصرية بالجزائر، والكابتن سلب الحفيظ اللي كان موجود مع الكابتن سمير عدلي قبل ما البعثة تصل إلى الجزائر كان موجود وبيجهز وينهي كل ترتيبات إقامة الفريق بالجزائر. والأهلي يوقع عقود استضافة بطولتي أفريقيا للطائرة يوم 24 يناير. طبعا في بطولتين لأفريقيا سواء رجال أو سيدات. طبعا الأستاذ مهند مجدي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرجال الطائرة، وأما الأستاذ محمد سراج هو رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لسيدات الطائرة. طبعا هيكون بطولتين، ودايما زي ما الاهلي معودنا ان هو بيقدم مستويات على اعلى مستوى سواء في التنظيم او في الاداره. خلصنا معاكم كل الاخبار سريعا، هنروح لفاصل وبعديها نبدا اولى الفقرات الحواريه مع نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق الكابتن تامر بيجاتو. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم اولى الفقرات الحواريه مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي تالقوا في النادي الاهلي من صغر سنه حتى منتخبات مصر بجميع الاعمار الى الفريق الاول، لكن مع تالقه الشديد اللي احنا تابعناه وشفناه خرج النادي الاهلي علشان يتالق مع فريق اخر، وكان واحد من اللعيبه اللي لفتوا الانظار وتالقوا وحققوا مركز ثالث مع فريق المنصوره في موسم 96، وكان نادرا لما حد يخرج من النادي الاهلي ويعمل الفرق الشاسع اللي احنا شفناه وتابعناه في الدوري المصري وكمان كاس مصر ولقاءات عديده يعني كثيره جدا
وهنتكلم معاه فيها بالتفصيل. اللي مشرفني ومنورني كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن تامر بيجاتو. كابتن تامر برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر، وميرسي جدا على المقدمه الجميله دي، ومبسوط ان انا معاكم النهارده. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يا كابتن، يعني انا اتفرجت عليك وكنت صغير في السن، لكن كنت فعلا حضرتك كنت مميز جدا، وكنت لاعب ممتع مش لاعب عادي. لكن تعال نرجع كده بالذاكره وابدا معاك من النادي الاهلي. فاكر اول مباراه لعبتها بقميص النادي الاهلي؟ اول مباراه لعبتها بقميص النادي الاهلي في الدوري العام، يعني فوق بالزبط. طبعا بعد الناشئين يعني. كان سنه موسم 92 93 مظبوط. فاكر كانت يوم كام يا كابتن؟ كابتن انور سلامه. لا يوم كان بقى صعب شويه. كانت يوم 21 فبراير ضد فريق المنيا بالظبط. كان في كلية حربيه مظبوط، وده كان اول ماتش العبه طبعا، وكنت مخضوض جدا، وفي نفس الوقت كان صعب جدا انك تطلع تلعب في وسط. كان في نجوم ساعتها اسماء تخض، يعني كابتن حسام حسن، كان فيليكس موجود، كابتن ايمن شوقي كان موجود، وعبد الجليل ومحمد رمضان، كان في ناس، كانت فرقه تقيله جدا يعني. فكان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا العب ماتش زي ده طبعا يعني. طيب، يعني انا معايا صوره كده حضرتك هنعرضها مع حضرتك دلوقتي، وهنشوف يعني كنت حضرتك في الناشئين. كان تصريح للكابتن صالح سليم الله يرحمه، وكان تصريح بيقول ان مستقبل الناشئين هم الامل، وكان صوره بتجمع حضرتك مع الكابتن صالح. نعرضها دلوقتي، لكن لحد ما نعرض الصوره اكيد حضرتك قلت اسامي كتيره جدا واسامي عريضه جدا. هل الاسامي اللي كانت موجوده كانت طيب؟ الصوره هي كابتن تامر ناشئ النادي الاهلي. طبعا الصوره مش واضحه قوي، لكن احنا طبعا كابتن صالح على ايدينا الشمال، وكابتن تامر بيجاتو على ايدينا اليمين، وتصريح على لسان الكابتن صالح سليم بيقول ناشئون مستقبل النادي الاهلي وحاضره. هو فعلا كان تصريح مهم جدا، وكلنا حتى كابتن تامر عايشين لحد دلوقتي ناشئ النادي الاهلي دايما بيكون حاجه مميزه جدا، سواء جوه النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. بص، ده هي ميزه بصراحه في النادي الاهلي، ان كان دايما الناشئين النادي الاهلي دايما بيبقوا عندهم حاجه مختلفه عن اي نادي تاني. يمكن ده للاسف بدا يقل شويه، ولكن احنا ما كانش عندنا حاجه اسمها نتعادل او نتغلب، وكان النادي كل واحد يعني. مثلا كنا نلعب في الناشئين ماتش، كنت تلاقي واحنا لما نرجع مثلا لاما لو بتلعب في النادي تلاقي الفريق الاول قاعد بيتفرج علينا، ولو احنا جايين من بره تلاقي لغايه الفريق الاول بيسالونا عملتوا ايه؟ كسبتوا كام؟ فالموضوع ده الروح بتاعت النادي الاهلي فعلا دي هي فعلا في روح، اللي هو انت مش متعود خالص انك تخسر. حتى لو في فترات النادي الاهلي ساعات بيبقى عنده مشكله تعثر شويه، اللاعبين مش موجودين، مستوى بيقل شويه، لكن عندك حاجه اللي هو قصه انت ما تتغلبش، اللي هي الروح. طبعا. ودي اول حاجه في الكوره، لو اللاعب ما عندوش روح دي بيبقى صعب جدا ان هو يحقق او يطلع الموهبه اللي جواه. عشان كده لما اي حد من النادي الاهلي بيمشي لعيب زمان، كان بيروح اي مكان تلاقيه مميز جدا، وتلاقيه عنده الحته دي ويشد الفرقه وراه وكده يعني. يمكن بس كابتن حضرتك كنت مميز يا كابتن، لما خرجت النادي الاهلي كنت مميز جدا. نادرا قلت في البدايه انك تلاقي نادي لاعب يخرج من النادي الاهلي يكون عنده الاصرار والعزيمه ان هو يعني لوحده يقدر يشد فريق كامل وراه. فحضرتك كنت مميز جدا مع نادي المنصوره، وعملت انجاز اعتقد كان صعب يتكرر لحد دلوقتي. بص، هو طبعا هو توفيق يعني. انا مشيت من الاهلي ما كنتش ناوي على فكره خالص ان انا اكمل في الكوره يعني، ما كانش دماغي ان انا، كان ساعتها مفيش قصه الاحتراف بقى ونتنقل من نادي لنادي، كان قليل قوي الموضوع ده. فانا لما مشيت من النادي ما كانش في دماغي خالص ان انا اكمل يعني. رحت من نادي المنصوره بالصدفه، كان والدي. طب ايه اللي حصل يا كابتن؟ يعني هو كان والدي الله يرحمه كان زميل اللي هو ابراهيم مجاهد في الجيش، مش اكتر من كده، وقال له تعال تامر وتعالى وتعالى نقعد واحنا عاملين فرقه كويسه وبتاع. فرحت مع بابا زياره عاديه جدا، ما كانش في دماغي حاجه خالص. جيت من هناك وانا ماضي، لان انا ما كنتش يعني حتى ما كنتش لسه شفت الفرقه خالص. وقصه ان انت تلعب في حته تانية وتلبس فانيلا تانية بالنسبه لنا واحنا صغيرين، الموضوع بالنسبه لي كان هو النادي الاهلي وخلاص. فلما رحت حتى في البدايات ما كنتش مستوعب قوي ان انا يعني هلعب بفانيلا تانية يعني، مش مستوعب قوي تلعب
بتيشيرت تاني بتاعت نادي تاني وكده. كان الموضوع لسه هوايه طبعا. يعني انا خدته هوايه على فكره. يعني انا بعترف ان انا كنت مقصر في ده شويه. انا كملت الموضوع هاوي ما كملتوش محترف يعني. يمكن ده اللي خلاني ما اكملش كتير قوي. لكن السنه دي كانت الفرقه بصراحه كان فرقه فيها لعيب كوره كويسه جدا حقيقه. عشان برضو ادي الناس حقها كان في لعيبه كتير جدا مميزه بطريقه رهيبه يعني. ده اللي خلى ان احنا يعني نعمل نتائج كويسه جدا. غير بقى التوفيق ان انت ماتشات معينه زي ماتشات الاهلي زمالك مقاولين محله ماتشات معينه انزل انا اللي بجيب الجوان دي طبعا حاجه يعني التوفيق. كابتن تامر لو كان في سوشيال ميديا زي اللي موجوده دلوقتي سواء في قطاع الناشئين او الفريق الاول هل ممكن كابتن تامر كان يحصل نقله مختلفه غير اللي كان مر بيها الاول؟ يا بص هو كل زمن وليه اوانه يعني طبعًا. يعني ما اقدرش اقول لك حاجه ولكن هتكلم على المستوى نفسه مش انا لوحدي يعني. يعني انا جيلي كانت المنتخب بتاعنا في الجيل بتاعنا مين ابرز اللعيبه اللي كانت موجوده في كان الجيل عندنا كان في محمد صبري في الزمالك كان حازم امام يمكن كان اصغر سنه احمد حسن هشام حنفي علي ماهر عبد الستار صبري كان في وليد معاذ كان في السمري كان في اسامه نبيه مدحت عبد الهادي معتمد جمال يعني هقول لك كان في احمد فاروق من بلديه المحله كان في لعبه كتير انا خايف انسى اسماء كان في لعبه كتيره جدا الجيل ده ممكن الجيل ده اللي اتطحن شويه في النص لان هو احنا طلعنا وكانت الـ النجوم الكبار كانوا لسه موجودين في الملعب قدامهم شويه فاحنا لما طلعنا عفرنا معاهم قعدنا كتير قوي عقبال ما نلعب انت عشان تاخد ربع ساعه و10 دقائق صعب قوي فالجيل اللي بعدنا هو اللي الموضوع اتفرد له شويه لان كان الكبار كلهم بطلوا واحنا كنا اتطحنا في النص شويه فطلعوا الموضوع قدام بقى بسيط قوي انه يطلع يلعب وعنده 20 سنه 21 سنه تلاقيه اساسي في الفريق ف كان عندهم يعني جات لهم فرصه حلوه جدا بصراحه لكن السوشيال ميديا طبعا انا بقول لك اقل اسم اللي انا قلتهم دول يعني لا كان كسر الدنيا بجد مش تهريج يعني طبعا يعني انا كابتن بتكلم بالاخص عليك كليك ستايل مختلف كليك طريقه لعبه معينه كنت دايما بتلفت الانظار يعني انا بقول لحضرتك فعلا يعني كلام حقيقي ان انا كان عندي 8 سنين او 10 سنين لما يعني مباراه الاهلي والمنصوره في نهائي كاس مصر على ما اتذكر المباراه اللي كانت 1-0 المنصوره تمام و2-1 الكابتن وليد صلاح الدين انا مش فاكر في فريق المنصوره غير كابتن تامر بجاته يعني كابتن تامر بالستايل اللي معروف بيه بطريقه لعبه بمهاراته المميزه جدا وحتى كان اسم حضرتك هو اللي دايما بيبقى رنان مع المعلق لكن لو اخذت حضرتك للنادي الاهلي وقلت لك ايه المباراه اللي كابتن تامر لا يمكن ينساها بقميص النادي الاهلي تكون ايه؟ بقميص النادي الاهلي ماتشات في الناشئين بقى لان يعني انا لعبتش في الدرجه الاولى كتير الحقيقه لكن طبعا الماتش اللي انا ماتش المنيا اللي اتكلمنا عليه ده كان اول مره هو معلم معاك يا كابتن الاحساس نفسه ما حدش يعرف يحسه الا اللعيب نفسه يعني انا كنت صغير جدا كان عندي 19 سنه وكنت راجع من منتخب مع كابتن هاني مصطفى بيديله الصحه كابتن انور سلامه بعت لي وقال لي انت معانا في الفتره اللي جايه يمكن كان قبليها كابتن كان ماسك فايتسا طبعا مش الناس تفتكر طبعا هو مشكله احنا بنتكلم في حاجات قديمه شويه احنا عايزين نفكر الناس بس ما كانش في توثيق شويه الموضوع الفتره دي فكابتن فايتسا طلعه وانا عندي 17 سنه يعني هو اللي طلع كابتن تامر بجاته من قطاع الناشئين للفريق الاول 17 كان بيتفرج وكان بيتابع ماتشات الناشئين وشاف ان حضرتك مميز وبالتالي اختارك بالظبط هل كنت لوحدك ولا كان معاك حد يا كابتن؟ كان معايا طبعا كابتن هشام حنفي كان معايا كابتن احمد سامي وكان مصطفى كمال تمام كان في زكريا حسين احنا تقريبا كانت مجموعه مجموعه يعني ما كانتش لعيبه بعينها كانت بالزبط. مجموعه من الناشئين صعدوا الى الفريق الاول في عهد مستر فايتس وبعد كده كان في مثلا في ماتشات معينه مثلا كان في يعني سافرت مره انا واحمد سامي سافرنا مع النادي الاهلي السعوديه مع الفريق الاول يعني على حسب بقى في ماتشات معينه يعني الى ان كنت انا اول واحد الحمد لله ان انا العب في الدوري يعني كابتن انور نزلني في ماتش وكان ماتش صعب جدا لان كان الشوط الاولاني كان 0-0 فلما كابتن انور سلامه جابني وقال لي انت هتنزل الشوط الثاني انا بالنسبه لي ما كنتش مصدق نفسي يعني ماتش قوي جدا اول مباراه العبها مع النادي الاهلي فرقه المنيا ساعتها كانت من الفرق القويه طبعا يعني كانت فرقه قويه ساعتها النادي المنيا كان فرقه قويه 0-0 الشوط الاولاني
في القاهره هنا، فكان انا ما كنتش مستوعب يعني خضه الجمهور، خضه الدلع مع الفريق الاول وسط النجوم دول كلهم، مسؤوليه كبيره جدا، والحمد لله كسبنا 1-0، فده ماتش معلق معايا طبعا يعني. طيب هل لما حضرتك انت يعني رحلت عن النادي الاهلي هل كان في بعض العروض، ولا حضرتك ما كنتش مستوعب زي ما قلت ورحت نادي المنصوره صدفه والموضوع مشي وبدا ان حضرتك تلعب وتشارك وتحقق انجازات مع المنصوره؟ هل في كان بعض المفاوضات مع الانديه، ولا الموضوع كان منتهي للمنصوره تماما بدون اي منافس؟ لا كان في عروض، كنت انا رحت نادي اسماعيل اوريدي وقعدت مع يعني قعدت معاهم هناك، كابتن سامع عباس قعدت معاه، وكان في نادي القناه، كان في يعني كان في كلام مع كذا نادي، بس انا المشكله ان انا ما كنتش في دماغي قوي يعني، كنت فاكر ان انا كنت حاسس ان انا هبطل خلاص يعني، كان في دماغي ان انا هشوف حياتي بعمل فيها ايه بقى يعني، اكمل دراستي بقى اشوف هعمل ايه في الحياه عامه. كان موضوع كره بالنسبه لي جالي احباط شويه من قصه ان انا مشيت من النادي يعني. طيب هنروح لمداخله مهمه مع الاستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي. سياده المستشار برحب بحضرتك. مساء الخير يا عمر، ازيكم؟ مساء الخير على مشاهدينك وعلى الكابتن حاتم. طبعا عايز اعرف من حضرتك الاجراءات التصاعديه اللي اتخذها النادي الاهلي صباح اليوم. هو اجراءات اليوم بتاتي في اطار او استكمالا لقرار مجلس اداره النادي الاهلي بالاجماع في مرحله سابقه بمقابلات كل من تجاوز حق النادي الاهلي ورموزه وجماهيره. وهذه الخطوات بدأناها ببلاغ العام ثم بلاغ الأسبوع الماضي أيضا، واليوم تم تقديم 6 بلاغات، 4 منهم لجهات للعلم والإحاطة، وباقي الجهات الأخرى وهي اللجنة القضائية للقيام والتحقيق، وأيضا لجنة الأخلاق باتحاد الكرة. الجهتين دول اللي هم اللجنه القضائيه للتحقيق باللجنه الاولمبيه بالاضافه للجنه القيم والاخلاق بالاتحاد الرياضي، دي لجان قضائيه تم موافاتها بكل تجاوزات رئيس نادي الزمالك من خلال فيديوهات واقراص مدمجه، وهاتين الجهتين الاخرتين تملكان اتخاذ اجراءات عقابيه ضد رئيس نادي الزمالك باعتباره احد عناصر اللعبه، وهذه الاجراءات العقابيه قد تصل الى الايقاف مره اخرى. طبعا يعني قرينا البيان في بدايه الحلقه للساده المشاهدين، ايضا حضرتك تعليق حضرتك على قرار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بوقف رئيس نادي الزمالك لمده 2 شهر. طبعا قرار المجلس بيتفق مع الاجراءات اللي اتخذها النادي الاهلي ومع مضمون البيانات ومضمون العبارات اللي تضمنتها خطابات النادي الاهلي، لانه قال ان بيوقف مرتضى منصور 2 حفاظا على مقتضيات الامن القومي بعدم التحريض على اثاره الجماهير الرياضيه المصريه والتطاول عليها والتحقير من شانها ومن شان الرموز الرياضيه. المجلس الاعلى للاعلام يعد قرار ادانه جديد لسلوكيات رئيس نادي الزمالك، والعبارات اللي تضمنها البيان اعتقد انها يعني بتعبر عن الموقف الحالي وبتنبئ عن خطورة الموقف الحالي من فيما يخص مسألة التحقيق الجماهير. استاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وتوضيح كافة الاجراءات التصعيدية اللي اتخذها النادي الاهلي صباح اليوم. يعني مكالمة مهمة جدا، واعتقد ان الامور بقت واضحة بشكل كبير لكل جمهور النادي الاهلي، وكمان ايضا تعليقه على قرار المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. يعني شيء اكيد الاجراءات لما بتتاخد بيبقى فيه سرعة رد، وده شيء كويس جدا لنادي الاهلي ومجلس ادارته. كابتن تامر هكمل مع حضرتك، ويعني قلنا ان نادي المنصورة وحضرتك رحت وانتقلت وما كنتش متوقع، ورحت عن طريق الصدفة، ما كانش في دماغك، ما كنتش متخيل انك تلعب قميص ثاني غير قميص النادي الاهلي، لكن هل كابتن تامر كان يتوقع تألقه وتألق المجموعة الحالية من نادي المنصورة، ولا الظروف اللي كانت محيطة في الوقت الحالي هي اللي ساعدت الجيل السابق من المنصورة ان هو يتألق ويحقق ارقام ومستويات ما شفناهاش لحد دلوقتي من الفريق؟ بص، هو انت ما بتحطش توقعات، احنا كلاعب الكوره عامه انت بتركز، لو انت خلاص خدت قرار انك تلعب في مكان انت بتركز في التمرينات وتشوف اكبر حاجه ممكن تعملها او اكبر استفاده من الفرقه، ازاي العناصر تقدر تشتغل مع بعض، وده يمكن كابتن حسن مجاهد كان موفق فيها جدا الحقيقه.
وانا بسرعه قوي دخلت في وسط الفريق لان هم كانوا كلهم جداد حقيقه، وكلهم كانوا سنهم صغير. فالحقيقه قابلوني مقابله كويسه جدا، وكنت يعني شايفيني لعيب كبير قوي، وانا لسه اعتبر انا شايف نفسي ان انا لسه طالع من الناشئين يعني. جاي من الاهلي فالنجم بالظبط، فبالنسبه يعني لهم كنت يعني عاملوني ان انا لعيب كبير جدا، فده اداني زي دفعه واداك زي حس ان انت ليك كلمه او ليك بصمه فتقدر تطلع اللي عندك. هم غير كده كانوا لعيبه كوره كويسين جدا الحقيقه. ف يعني كان في طارق نجار، كان في محمد كمونه، كان في ابو النصر منعم، كان في اقول لك مين تاني، كان في عبد الظاهر السقا كان لسه طالع طبعا، وليد صلاح، عبد اللطيف، ايمن محب، ياسر الكناني، نقول طارق نجار، لا يعني بص تقيلة. بالظبط، فكانوا كلهم صغيرين وطالعين وعندهم لسه عايزين يلعبوا وعايزين يكملوا، وده يمكن اللي اداني الدفعه دي. لكن زي ما بقول لك بقى في حاجات انت ما تتوقعش، انت بتعمل اللي انت اللي عليك وخلاص يعني. الى ان جه ماتش النادي الاهلي هناك بقى، ودي كانت بالنسبه لي مشكله نفسيه اكتر منها الماتش نفسه، مش مركز في الماتش قوي يعني. كان اول مره كابتن تامر تلعب ضد الاهلي؟ عمري في حياتي، لمده 12 13 سنه مش يعني بتلعب بتيشيرت النادي الاهلي، فجاه بقيت بتلعب ضده، فانا مش ما كنتش مستوعب اول ماتش يعني. يمكن كابتن حسن اصر ان انا ابدا الماتش. كان في كلام من حضرتك ما كنتش عايز تبدا المباراه؟ لا ما كنتش عايز ابدا. يعني كابتن تامر راح للمدير الفني قال له معلش استثنيني من المباراه، انا ابقى موجود على مقعد. طبعا انا رحت كابتن حسن قلت له يعني خليني، انا مش عايز العب الماتش ده خالص. قال لي ليه؟ قلت له اصل يعني انا مش عايز العب ضد الجمهور نفسه، يعني مش مستوعب ان انا يعني. هو جمهور المنصوره على فكره اهلاوي يعني، هي طبعًا. دي كانت ميزه رهيبه طبعا. لكن انا ما كنتش مستوعب العب يعني، مش عارف العب ازاي ضد فرقتي اصل كلهم فرقتي يعني، كلهم لسه سيبهم من شهر او شهرين، مش بس سيبهم بقالي سنين، شهر او شهرين لسه سيبهم وطول عمري معاهم، فمش مستوعب قوي القصه. انا هنزل اسلم عليهم هم العب ضدهم، مش عارف لسه. بدات المباراه يا كابتن؟ طبعا بدات المباراه. وبسرعه دخلت جوه الجيم يعني. ويمكن قبل الجون كان في كوره برده قبل الجون صدها كابتن شوير، وبعد كده فجأة بقى لقيت نفسي أنا والجون كده، وكابتن شوبير طرح حطيت الجون. يمكن بعد الجون حصلت حاجة غريبة جدا في الماتش ده، بعد ما جبت الجون جريت وفرحت جدا، وبعد كده الماتش كان وقف شوية لأن كان الكابتن مجدي طلب قبلها بكورة كان اتعور، فالماتش بعد الجون الحكم صفر، فضلنا شوية واقفين. بعد ما جبت الجون وجريت استوعبت إن أنا جبت جون في نفسي، عارف الإحساس ده يعني، فوقفت ولقيت نفسي زي ما كنت يعني إيه متضايق يعني، كنت حاسس ان انا هعيط، مش فاهم اي حاجه يعني. بس ف كان ماتش غريب جدا الحقيقه يعني. وقلنا كابتن تامر الاسماء اللي موجوده؟ طبعا يعني عصام، كابتن عز رجال طبعا يعني، كان هو الوحيد بقى الخبره اللي كابتن سنه 96 للفريق المنصور، والحقيقه كان يعني عماد سلامه، كابتن عبد الظاهر السقا، مسعود، بشبيشي، يعني لا فرقه كانت قويه جدا كابتن. طبعا فرقه كانت قويه مميزه يا كابتن جدا طبعا. طيب نكمل مباراه الاهلي، وحضرتك جبت الهدف وما استوعبتش، كملت المباراه بعد كده ازاي؟ يعني كملت المباراه ازاي؟ كملت المباراه انا مش فاهم بيني وبينك يعني. وبعد كده يعني فرقه الاهلي ساعتها كانت تقيله جدا يعني، مش قادر اقول لك يعني، الفرقه كانت كامله، وحاولوا كل المحاولات يعني. هو زي الماتش ده بتقول كده كان معمول لنا يعني كل المحاولات، ويمكن كان في كره الشوط الثاني جت في العارضه من بره وخرجت يعني، كابتن حسام حسن تقريبا، فيليكس برضو ضيع كام كوره، فلقيت ان الماتش خلص يعني باحلى من الاحوال، كان لازم هو خلص كده 1-0، كنت انا بقى جايب الجون. فده لقطه مش مفهومه قوي يعني ملهاش دعوه بالكوره قوي يعني، وارد انك يعني صعب جدا قوي فرقه صغيره، النادي الاهلي كان اول الدوري، ف صعب قوي يعني الاحداث نفسها مترتبه كده بترتيب غريب شويه يعني، فاهمني؟ يمكن ده اللي ادى الشهره للموضوع، وادانا انا باور جامد جدا، انت تبقى ساب النادي والمنصوره تكسب الاهلي، والمنصوره كان بقى لها 11 سنه تقريبا، 10 سنين في دوري درجه ثانيه، اول ماتش عندهم في الاهلي في المنصوره نكسب النادي الاهلي 1-0 وابقى انا اللي جايب الجون، كلها كانت ظروف يعني تخلي، عشان كده الموضوع خد حصل له ضجه اعلاميه كبيره. كنت عايز اسال حضرتك ايه اللي حصل بعد الماتش؟ يعني بعد الماتش 1-0 اللي جاب الجون تامر رجاته، ولسه منتقل حديثا من الاهلي للمنصوره،
ايه بقى اللي حصل مع حضرتك اعلاميا؟ وهل بقى حد من مسؤولين النادي الاهلي كلموك؟ كان في اتصال من انديه اخرى ولا الموضوع اخذ شكله زي الاعلام؟ حصل ضجه اعلاميه كبيره جدا، مانشيتات نزلت بقى كبيره قوي كده، اللي هو يعني مانشيتات غريبه قويه جدا يعني. ساعتها خلي بالك ما كانش فيه الاعلام، ما كانش بالمنظر طبعًا ده طبعا، ما كانش فيه كل القنوات دي، ما كانش فيه الا الاولى والثانيه والسته وحاجات كده، مش يعني ما تلاقيهاش دلوقتي خالص للاسف. ما كانش فيه لا يوتيوب ولا كان فيه طبعًا سوشيال ميديا، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه الكلام ده خالص. لكن الجرايد طبعا بقى كان، فكان الموضوع كله جرايد، فضلوا يتكلموا على الموضوع ده يعني فتره طويله يعني، فاهمني؟ طبعا لا دي نقطة تحول طبعا، اتغير الموضوع بالنسبة لي تماما يعني. انا رجعت لقيت الدنيا مقلوبة في معنويا يا كابتن تامر. طبعا كان بالنسبة لحضرتك معنويا انك الموضوع بقى جد بقى خلاص طبعًا. دخلت طبعًا في الجد، وكمان لفريق المنصورة طبعا والمنافسات اللي كان بياخدها دايما. اتغير الموضوع خالص، وسقف وطموح اللعيبة ومجلس الإدارة والجمهور في النادي هناك بقى عالي جدا يعني. ان انت تكسب النادي الأهلي عندك 1-0، قبليها كنا عاملين برضو نتائج كويسه، كنت جايب جون في المحله، يمكن اول ماتش نزلته كان ماتش المحله كنت جبت جون التعادل. يعني كنا عاملين ماتشات كويسه، الفرقه كانت ماسكه حيلها، مش مثلا مغلوبين وفجاه كسبنا الاهلي، فده ادانا ثقه رهيبه. تاني حاجه ادى زي خوف ورعب شويه من المنصوره لبقيه الفرق في الدوري، لما تكسب النادي الاهلي المنظر ده وتشوفوك اللي عنده لعيبه كويسه، فبقت الفرق بقت خايفه مننا يعني. احنا كسبنا المقاولين في القاهره هنا 1-0 نادي المقاولين، كنت انا جايب الجون برضه، فبقت تكسب الفرق تطلع تلاعب الفرق بره الاتحاد، تعدينا مع الاتحاد 0-0 في اسكندريه، فكان صعب جدا حد يكسبنا بعد كده يعني. كانت من الحاجات الصعبه جدا ما تحصلش الفرقه صغيره لسه طالعه من درجه ثانيه وكلهم صغيرين ان يعملوا الـ 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 النتائج دي في الوقت القليل ده. كان ملعبكم يا كابتن تامر ملعب المنصوره كان ملعب بالنسبه للفرق الثانيه، لو اخذت نقطه بالنسبه له ده كان مكسب طبعا، عشان حد يجي يلعب في المنصوره دي ما كانش حد بيخرج من هناك ابدا كسبان، لا يمكن. بس في حاجه غريبه جدا يعني، انت بعد ماتش النادي الاهلي جمهور المنصوره نفسه كان يقول لك ايه، طب مش كنتوا بس اتعادلتوا يعني؟ لا من حبهم في النادي الاهلي يعني، عارف بين ناريه. لكن جمهور المنصوره طبعا صراحه، المنصوره كلها كبلد وكجمهور وكلعيبه عندهم امكانيات رهيبه جدا طبعا، عدد كبير جدا، عندهم مواهب كتيره جدا، جمهور بيحب الكوره بطريقه رهيبه. فانا يعني اتمنى ان نادي المنصوره يرجع تاني زي الاول، لان حاجه تضايق بصراحه. الانديه الجماهيريه بالذات لما عندها فرقه وتبقى موجوده وفجاه تختفي بتسحب معاها الجماهيريه بتاعت الكوره. تفسيرك لاختفاء الانديه الشعبيه الانديه الجماهيريه ويعني اختفائها تماما عن الساحه، وزي ما حضرتك شايف انديه الشركات. عايز رايي بصراحه ولا نجمل الكلام؟ لا بصراحه طبعا. طيب رايي بصراحه ان الدوري المصري بتاعنا ده دوري ناقص يعني، في حاجه ناقصه مش مفهوم. ما ينفعش الدوري بتاعنا يبقى كله دوري شركات يعني، مع احترامي طبعا لكل المؤسسات. لما تلاقي مؤسسه بتلعب مؤسسه والجمهور ما فيش جمهور في الملعب، دي مش كوره. فلما يبقى عندك الدوري قوامه 10 فرق كلها مؤسسات، فانت كده فقدت الجمهور، وفقدت الجمهور يعني فقدت الكوره خلاص. الكوره من غير جمهور ما تنفعش، ما تبقاش كوره. فهو دوري الشركات اتنقل للدوري الكبير، بس ده اتعمل بطريقه غلط يعني. يعني قوه مثلا الدوري الانجليزي ان فرق بتلعب بعض، حتى لو متخصخص بتاع شركه او بتاع عصابه مش مشكله خالص، لكن جمهور بلد يعني. ليستر سيتي دي جمهور طبعا بلد، مدينه ليستر. ما ينفعش بالظبط مدينه ليستر، فما ينفعش ان انت مؤسستين بيلعبوا بعض والملعب فاضي تسمع صوتك كانك بتلعب تقسيمه، ده ما ينفعش. هو ده اللي بوظ الدنيا. لكن طبعا لو كان حد يعمل صح، اللي خد القرار ده في وجهه نظر لازم يتحاكم، لان الـ 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 اي مؤسسه عندها فلوس وعايزه تعمل فرقه وكده يروح يرعى نادي جماهيري يعني، عنده يروح يرعى منيا، يروح يرعى المنصوره الشرقيه، دمياط، غزل المحله، المحله، اسوان، مش ممكن هنسيب الجمهور اللي بيحضر الاستاد وفي الاخر نلعب ضد بعض في ملعب عمره ما هيبقى فيه جمهور، صعب. طيب لسه مكملين مع الكابتن تامر بجات، ولكن دلوقتي هنروح الى الجزائر على الهواء مباشره مع
مراسل قناة النادي الأهلي والزميل العزيز كريم أحمد علشان نعرف ونطمن منه على كل أخبار بعثة النادي الأهلي. يا كريم برحب بيك. برحب بيك يا زميلي عمر، وأهلا بيك وأهلا بالكابتن تامر بكات وكل المشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. هطمنا أخبار البعثة إيه بعد وصولكم؟ يمكن حتى هذه اللحظة احنا وصلنا بشكل رسمي طبعا زميلي عمر، احنا وصلنا بالفعل الى مطار دوماديا. انا ابدا معاك الرحلة طبعا انطلقت بعثة النادي الاهلي في تمام الساعة 9 صباحا من مطار القاهرة. يمكن الطيارة الرحلة الاولى استغرقت 4 ساعات مباشرة من اول ما وصلنا لمطار الجزائر، توجهنا الى فندق الاقامة هو يمكن مش بعيد شوية 15 دقيقة من المطار. مباشرة يمكن قرر مستر مارتن اسارتي، كان تعرف يا زميلي عمر بكل في تدريب بمجرد وصولنا، لكن نظرا للرحله ان هي شاقه احنا لسه كمان يعني في خلال نص ساعه هنضطر نطلع على المطار ثاني لان في رحله ثانيه طيران داخلي من الجزائر حتى الوصول الى ولايه بشار. الطيران اللي يمكن الداخلي كان فيه صعوبه شويه ومجهود كبير جدا جدا بذل هنا عشان يكون في توفير للطيران الداخلي، المفروض ان احنا كنا نقعد 24 ساعه في العاصمه ومن بعدها مباشره نذهب الى ولايه بشار، لكن مع المجهود الكبير والتنسيق اللي قام به الكابتن سعد الحفيظ اللي تواجد كالعاده هنا في الجزائر قبل هذه طبعا السفريه 48 ساعه، حاول ان هو طبعا يقوم بمجهودات كبيره، قدر بالفعل ان يكون في حجز في تمام الساعه 10 بتوقيت الجزائر تنطلق طيران داخلي الى ولايه بشار. احنا في هذه اللحظات متواجدين في الفندق الاول او في العاصمه الجزائريه. قرر مستر مارتن ان ما بقاش في تدريب كامل النهارده لان الرحله هتكون طويله، تحاول ان هو يكون في بعض الاسترشات وبعض الاطلالات هنا في يمكن في فندق الاقامه. رحله يمكن مجهده شويه، يمكن هتسبب اجهاد كبير للاعيبه للنادي الاهلي نظرا للمسافه طويله، لكن ان شاء الله باذن الله بعد الوصول احنا نوصل ان شاء الله على الساعه 12 بالليل بتوقيت الجزائر. اكيد اللعيبه طبعا هتحل من النوم فورا، صباحا هيكون في تدريب كامل لفريق النادي الاهلي، لكن بشكل عام زميلي عمر يمكن انقل لكل جمهور النادي الاهلي التدريب اللي احنا شايفينها لفريق النادي الاهلي ثاني المباريات، وهي مباريات شبيبه الثوره الاولى ان شاء الله، يمكن ربنا يوفقنا في المباراه الاولى مباراه جديده كلاب ان شاء الله باذن الله هذه المباراه النادي الاهلي يكون موفق. عندنا يمكن ظروف كثيره جدا زميلي عمر وانتوا اكيد اتكلمتوا فيها مع الكابتن تامر بكات، والاصابات الغيابات عدم وجود الكرايك في الفريق ده يمكن بيسبب ازمه فنيه كبيره جدا لمستر مارتن، لكن بناكد كل مره الاهلي كما حضر الكل على قلب رقم واحد، مباراه فيها تحديات كبيره وفيها صعوبات كبيره جدا، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق كمان نقاط في هذه المباراه، لكن يمكن بقول لك الرحله يمكن شاقه وتكون مجهده بشكل كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، بنتمنى ما يبقاش في اصابات ما يبقاش في اجهادات ان شاء الله باذن الله حتى وصلنا الى ولايه بشار باذن الله تكون الامور مع فريق النادي الاهلي زميلي عمر. كريم يمكن اضافه الى الاصابات والى الغيابات في مركز راس الحربه كمان موقف شبيبه الثوره في الدوري الجزائري خساره، وكمان في دوري الابطال خسر اولى لقاءات امام فريق سيمبا، هل مستر لاسارتي اتكلم مع اللعيبه وقال لهم ان دي هتكون ضغط على الفريق الجزائري وبالتالي هتبقى مباراه صعبه بصعوبه موقف الفريق في دوري الابطال وفي الدوري الجزائري؟ بالتاكيد زميلي عمر، نظرا للظروف اللي يمكن عايش فيها فريق شبيبه الثوره الجزائري، اتكلم مستر مارتن الكابتن سيد عبد الحفيظ مع لعيبه النادي الاهلي امس واليوم كمان صباحا واحنا في المطار على ان يمكن الظروف كلها هتبقى في دوافع كبيره لفريق نادي شبيبه الثوره، يحاول ان هو جمهوره هيكون متواجد بشكل كبير، هيحاول يبذل كل ما يستطيع من قوه النادي الاهلي لما بيكون متواجد في اي مباراه بتكون مباراه بطوله سواء في البطوله الافريقيه او بطوله الدوري العام عندهم هم الظروف، لكن لعبتنا مركزه بشكل كبير جدا يا عمر، لعبتنا عارفه قيمه هذه المباراه. انا باكد لك يمكن صعوبه الرحله ان شاء الله كل الامور دي ظروف مصلحه النادي الاهلي في الاخر ان شاء الله، كل الاجهاد وكل المشاكل اللي حصلت مع فريق النادي الاهلي والظروف المحيطه من الاصابات والغيابات والنقص العددي الكبير جدا اللي بيدخل كل مره النادي الاهلي مباراه ما بقاش كامل العدد، ظروف كمان صعبه يمكن عدم وجود خير الدين اكيد بتكلموا فيها بشكل كبير، بيبقى ليها ترتيب خاص ليها تكتيك خاص ليها اسلوب خاص. النهارده ما كانش في فرصه حتى هذه اللحظه ان يكون تدريب كامل لمستر مارتن الاسارتي نظرا لهذه الرحله الشاقه، لكن غدا اكيد هيكون في تدريب على الملعب، متاكدنا ان الملعب هيكون داخل فندق الاقامه في ولايه بشار، هو ملعب نجيله صناعي. يمكن طبعا هنا من خلال متابعتنا ومن خلال اسئلتنا عرفنا ان يمكن الفندق مقبول حتى هذه اللحظه، الناس بتقول الفندق مقبول لان هي في الجنوب، انت عارف عمر في الجزائر في الجنوب الامور بتبقى صعبه شويه، منطقه الصحراء كلها فيها فندقين او ثلاث فنادق بالكثير، لكن يمكن من سؤالنا على الفندق الاقامه، الفندق الاقامه طبعا بيريح بشكل كبير جدا لعيبه النادي الاهلي، اما بيبقى في اي ظروف في فندق الاقامه او العشاء بتسبب مشاكل كبيره، لكن الحمد لله الفندق كويس، ملعب الثاني النادي الاهلي ان شاء الله يستفيد جرعه تدريبيه غدا باذن الله على هذا الملعب، وباذن الله عمر كل الظروف ان شاء الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي.
كريم بشكرك شكرا جزيلا، توصلوا بألف مليون سلامة إن شاء الله، ودايما هنكون متواصلين معاك علشان نطمن على آخر أخبار بعثة النادي الأهلي، ودايما زي ما حضراتكم متعودين أي حاجة بتكون فيها صعوبات دايما بيكون آخرها فرح وسعادة، ومش حاجة غريبة على النادي الأهلي إن هو يكون يواجه صعوبات سواء في رحلاته إلى أفريقيا وأيضا إلى الإصابات والغيابات اللي موجودة في الفريق الأول. رأي حضرتك إيه؟ يعني الإصابات والغيابات مش حاجة غريبة على النادي الأهلي يا كابتن تامر. طبعا بص، الإصابات والغيابات دي شيء متوقع يعني بيبقى عندك، بس يمكن ساعات اللي بيتزنوا إنه مثلا كذا لعيب مع بعض في نفس الوقت، ماتشات بتبقى مهمة زي بيسموها كده عنق الزجاج، وفي ماتشات ما أنا عايز تعديها وتحصل مشكلة، ولكن زي ما قلت لك هو النادي الأهلي بيلعب بالروح، في أي حد بيلبس الفانيلة الأهلي دي لازم بيحس بالروح دي، واللي ما بيحسش بالروح دي على فكرة ما بيقدرش يكمل كتير، بتلاقيه مشي على طول، يعني ما اللي ما بيخش جوه منظومة النادي الأهلي دي وما عندوش الروح دي ما بيقدرش يكمل كتير يعني. طيب أرجع معاك يا كابتن تامر لنادي المنصورة، ويعني عايز أسأل حضرتك وجودك في المنصورة هل كان في استدعاء لمنتخب مصر، ولا كان حظ كابتن تامر وحش في الفترة الحالية ان هو يكون موجود في المنتخب، ولا الظروف ما ساعدتش حضرتك انك تكون موجود؟ عايزين نعرف اخبار المنتخب ايه. بص انا يعني انا في منتخب ناشئين الحمد لله، من انا طبعا عندي متألق. 16 سنة وبعد كده 19 سنة كابتن هاني مصطفى، وبعد كده منتخب الاولمبي، رحت منتخب مصر مسك رول منتخب مصر واتخذت في المنتخب في المعسكر، ودي كانت صعبة شوية يعني، كانت صعبة تلاقي حد من فرق لسه صغير برضه جاي، لكن كان منتخب كانت الـ 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 الأسماء الأسماء تقيلة. كانت تقيلة جدا، وكانت خبراتهم كتيرة جدا طبعا، خبراتهم كبيرة جدا، أنا كفاية بس كابتن حسام حسن يعني فطبعا كان صعب يعني، رحت بس المعسكر لكن طبعا ما لعبتش يعني، كان الموضوع كان صعب شويه، كان لسه الجيل بتاعنا لسه مش في وقته، لكن انا اتخذت في وقت كان ما فيش حد من جيلي كان في المنتخب خالص يعني الحقيقه. مستر كرول ما حاولش ان هو يوصف كابتن تامر بجاته في مركز تاني غير راس الحرب علشان يستغل امكانياته؟ لا بص، هو كرول بالذات انا كان عندي فيه مشكله معاه اساسي يعني، انا كان عندي مشكله جامده جدا مع كرول من ما كان مسكنا في المنتخب الاولمبي اساسا. بص هو ممكن يبقى الموضوع شخصي شويه، هو كان طف شويه، كان جامد قوي، وكان طريقته انا طريقته ما مش ما عجبتنيش، انا مش في مجال ان انا كانت تعجبني طريقته او لا يعني، انا لاعب مهما كان، بس طريقته كانت طف شويه معايا، فانا ما بعرفش حد اتكلم مع حد بعجرفه كده يعني، فهو كان متعجرف جدا الحقيقه، ما كنتش بحب طريقته. حصل خلاف بيني وبينه مره يعني في المنتخب المجر في المنتخب الاولمبي، كان عندنا سفريه كده ويعني حصل خلاف بيني وبينه، هو من النوع اللي بيشيل شخص يعني من النوع اللي فعلى حظي بقى مسك المنتخب يعني، فهو كان مضطر انه ياخد. انا كنت لسه اسال حضرتك ازاي ضمك للمنتخب في الوقت اللي كان فيه خلاف ما بينك وبينه. بص هو كان مضطر يعني غصب عنه، كنت جايب جوان كتيره في الدوري، وكانت الناس كلها بتتكلم عليا، وجايب جوان في الانديه الكبيره، ومنصوره ماشيه، احنا كنا ماشيين خامس ورابع دوري، انت جبت الفينش 96 ثالث بالظبط، خلصنا ثالث، فكان ما ينفعش ما ياخدنيش يعني، هو كان انا كنت متاكد ان انا هروح وهمشي يعني، بس فده حصل. يمكن بعد كده لما اتنقلت بقى النادي الزمالك ان هو مسك برضه العمليه باظت خالص يعني، ما كملش، مشيت على طول، ما كملتش. هل في الوقت اللي كابتن تامر كان موجود فيه في المنصوره هل كان في عروض اوروبيه؟ انا عارف ان الموضوع طبعا كان قليل غير دلوقتي، لكن هل كان في بعض العروض من خارجيه؟ والله انا جالي كذا تليفون من وكالات بره، كان زمان ما كانش فيه لسه قصه بتاع، كان في وكاله فكيف وكالتين كلموا على تليفون البيت، وانا اكتريت الوقت كنت مثلا في الماتشات كلها التمرين كلها في المنصوره، فكنت برجع البيت بقى وانا من القاهره، فرجع البيت يقولوا لي مش عارف اتكلم مين، ونمر تليفونات دوليه مش عارف يسيبوا نمرهم، فكان مفيش كونتاكت، مفيش لا انترنت ولا في، كان الموضوع كان صعب شويه. فجالي مرتين من المانيا، وبعد كده كانت حصل بقى بعد كده سافرت مره تركيا انا وهشام حنفي كده نادي جوستاف، يعني كان في كذا محاولات يعني، لكن برضه مش هكذب عليك، العيب كان فيا انا مش حارمي العيب على اي حاجه، انا العيب كان فيا انا ما كنتش بلعب بال حتى سنه المنصوره يعني، عملنا نتائج كويسه جدا ان هنا وصلنا نهائي كاس مصر وخدنا الثالث، لكن انا من جوايا لا، وما كانش ده اكتر حاجه عندي، انا عملت ماتشات في الناشئين في النادي الاهلي، انا جايب اكتر من 100 جون،
فلا مع النادي الاهلي وحتى في منتخب 19 سنه مع كابتن هاني مصطفى ومنتخب الاولمبي، لا وانا يعني وانا بتيشرت النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص من جوايا حتى نفسيا يعني. يعني يعني كابتن من الاحتراف او من المنصوره يعني ده اللي انا عارفه ان تم بيعك لنادي الزمالك بدون علمك من غير ما اعرف يعني من غير ما حضرتك تعرف لقيت نفسك المنصوره بيبيع تامر رجاته للزمالك ايه بقى الكواليس؟ الكواليس انا لقيت تليفون من احد رجال الاعمال يعني بيقول لي فلان الفلاني، قلت له سهلا، قال لي احنا اشتريناك لنادي الزمالك، قلت له كويس مين بقى؟ فالامور كان في كواليس غريبه شويه. بعد كده الاول قالوا لي احنا، وبعد كده قالوا لي احنا اشتريناك انت ومحمد كمونه، قلت لهم طب افرض انا قلت لكم لا يعني مش رايق يعني ايه الوضع يعني. فالامور كانت ملخبطه شويه، وانا بيني وبينك انا كنت برضو عبد الزقابه في القاهره مش عليك يعني، كان في حبه تاتشات صغيره بيني وبين الكابتن حسن الله يرحمه، كابتن حسن مجاهد، كابتن حسن مجاهد الله يرحمه، في بعض الامور يعني في المكافئات والفرقه يعني كان في نوع من كان في مشاكل شويه ماديه. اصل خلي بالك الانديه الصغيره للاسف ما بقاش عندها امكانيات، ويمكن ده اللي خلى نادي المنصوره لغايه دلوقتي بقى له اكتر من 10 سنين ما طلعش. بتبقى في مشكله في الامكانيات شويه، فكان في مشكله بقى يعني ان انا كنت عايز ابقى في القاهره، ويعني امور كانت يعني ليها ظروف مختلفه شويه. لكن طبعا احنا كنا بنتكلم في النقطه دي عشان انا بنتكلم في الزمالك وبيع الزمالك. رجعت على نادي الزمالك بقى فقعدت معاهم وبتاع واتبعنا يعني ما علينا. حضرتك والكابتن محمد كمون. محمد كمون. واتفاجئت انك موجود. رحت رحت لقيت كرول هو المدير. لا كان في فيرنر ماسك. تمام. وراجل كان بيحبني جدا وكان يعني شايف ان انا هبقى حاجه خرافيه، بيكلمني كلام كبير جدا وبتاع ف يعني بدانا نتمرن كده، بس هو ما كملش حرام يا دوبك ماتشين ومشي يعني. النادي الزمالك بيغير اول ما حد يتغلب المدربين بيتغيروا سريعا. بس يا كابتن حضرتك ما لعبتش في الزمالك؟ لا ما لعبتش خالص، قعدت ماتش احتياطي بس 3 شهور قعدت بالظبط، قعدت ماتش احتياطي ماتش الكروم واتغلبوا 4-2، ماتش غريب جدا. وبعدها حصلت مشاكل، جه كرول. انا كنت عارف اول ما قالوا كرول قلت عارف ان انا همشي قلت الحمد لله انا كده كده مش هسمرن معاه، انا كنت رافضه تماما يعني مش هسمع معاه اصلا خالص يعني. فزي ما بقول لك انا بقى واخد الموضوع من ناحيه هاوي، بحب الكوره فعايز العب كوره، فمش هقعد اتخانق بقى وبتاع. فجالي بقى بعد كده قالوا لي طب تروح اعاره الكويت، سافرت الكويت فعلا ورجعت يعني. ما رحت نادي السويس بقى كابتن احمد رفعت. طلقت يا كابتن مع المنصوره ضد نادي الزمالك، فاكر الزمالك؟ ماتش الكاس بقى بتاع الزمالك ده كان ماتش غريب جدا يعني. الموسم ده بقول لك كان غريب جدا بالنسبه لي، كان بعد ماتش الاهلي بالظبط بعديها بحوالي 10 ايام يعني. الماتش ده ماتش ده هدف الزمالك تامر بيجاتو ضد نادي الزمالك بالظبط، ده الجون الاولاني. كنا مغلوبين 2-0 على فكره، كنتوا مغلوبين 2-0 دلوقتي دي كانت النتيجه 2-1 بالظبط، ده الجون الاولاني بقت 2-1. انا اول حاجه انا نازل الدقيقه 32 الشوط الثاني يعني الماتش يعني كان خلصان حوالي تلت ساعه بالظبط بالوقت بدل الظاهر، كان ماتش كان خلصان وانا ما كنتش انا كنتش عايز العب الماتش ده اساسا يعني. كانت يعني ده بقى يعني حاجه الجون الثاني بقى ده اللي هو كل الناس لغايه دلوقتي فاكراني بيه يعني الحمد لله. ده حاجه كده الان شيرر. انت عارف اقول لك على حاجه، انا الكوره دي لو انا واعي قوي ويعني مش في دماغي قوي الماتش هتوقفها وتروح لازم اوقفها على صدري يعني، هنا اوقفها على صدري مثلا واشوطها بالشمال يعني لازم. لكن هو عشان هي الكوره جات لي بصراحه، لو كان كابتن اشرف ياسين بصراحه ساعدني فيها يعني، راح خد خطوه ورجع ورا فخلاني اعملها بالطريقه دي يعني. الماتش ده كان بعد ماتش النادي الاهلي اتكلمنا عليه ب 10 ايام، ده كان ماتش في الكاس. نادي الزمالك ساعتها كانوا مسمينه فريق الاحلام، كان ماشي فرق عن النادي الاهلي 10 بونت في الدوري طبعا، اول الدوري. ده كان ماتش كاس طبعا، ماشي في الكاس الدور ده كان دوره تقريبا 16. والماتش 2-0 احنا متقطعين يعني، مش هقول لك فرقه الزمالك
مبهدلانا 2-0 مش شكبت المانشيت المانشيت اللي كنا بنتكلم عليها. ايوه المانشيتات كانت ايوه والزملكاويه ماتوا المانشيتات ساعتها كانت قويه جدا يعني. بس كابتن تامر يعني اهتمام اعلامي في كمان جاله اخر ساعه وجود كابتن تامر بجاتو على الغلاف ويتمنى العوده للاهلي. اه طبعا كنت يا كابتن كان حتى وانت خارج النادي الاهلي كنت تتمنى تتالق وترجع تاني للنادي الاهلي. اه طبعا وحصل حصل اعداد وحصل مكالمات انا رحت الكابتن حسن حمدي ويعني حصل مكالمات مع ناس كتير كابتن الخطيب حصل بس ما حصلش نصيب بقى. كانت الموضوع ساعتها كان موضوع يعني كان صعب يعني ساعتها كان صعب بعد كده بقى سهل قوي ان حد يمشي من النادي الاهلي ويرجع تاني ويمشي ويرجع تالت قبل كده بقى كان صعب دلوقتي بقى اسهل بكتير. طيب تعالوا يا كابتن لملف النادي الاهلي واتكلم معاك على المباراه يوم الجمعه مباراه مهمه تاني مباراه في دوري ابطال افريقيا فوز في مباراه فيتا كلوب بثلاث نقاط. شايف مباراه يوم الجمعه ازاي في الجزائر؟ عارف حضرتك ان شمال افريقيا والكلام اللي بيتقال لكن شبيبه الصارع اول مره بيشارك في دوري الابطال خسر المباراه الاولى امام سيمبا التنزاني لكن هل معيار المباراه الاولى ممكن يكون معيار لمباراه النادي الاهلي ولا الامور مختلفه؟ بص هو كل ماتش لوحده الحقيقه يعني لكن لو هنتكلم عن الماتش كفرقتين ده طبعا كفرقه النادي الاهلي طبعا تكسب كتير كمان يعني الماتشات دي يمكن ليها يعني ظروف خاصه شويه يمكن ماتشات شمال افريقيا كلها بتبقى بيننا وبينهم بتبقى فيها حد شده يعني مفيش شحن شويه بيبقى في منافسه جديده جدا لان احنا قريبين شويه من شمال افريقيا في نفس طبعًا. اللعب الدوري قريب من بعض برضو نفس الطريقه لكن طبعا النادي الاهلي لا الماتش ده بالنسبه لهم انا يعني اتوقع النادي الاهلي هيكسب طبعا يعني حتى بالغيابات وبالناس اللي ناقصه كتير والاصابات. الاهلي عنده مشكله في راس الحربه ان هو مسافر بدون راس حربه يعني سترايكر راس حربه صريح فازاي ممكن النادي الاهلي يتعامل؟ هل ممكن يلعب بثلاثة في خط الهجوم ما يكونش فيهم راس حربة صريح ويعملوا بعملية تبديل ولا رأي حضرتك ايه؟ بص الأمور الفنية دي أصلها شرحها يطول هنتكلم فيها لكن النادي الأهلي لازم يبقى عنده مش راس حربة واحد لازم عنده اثنين وثلاثة يعني لأن اعتماد النادي الأهلي فرقة هجومية وانت على طول موجود في في النص الثاني من الملعب فالنص الثاني من الملعب ده محتاج شغل كتير جدا شغل بالكوره وشغل من غير كوره ومحتاج محطه يعني راس حربه المفروض يبقى محطه بالنسبه للهجوم فدي بتبقى مشكله شويه بتضطر تعتمد على نص الملعب ان هم يكملوا ويحاولوا يعوضوا الفرق ده يعني فانا شايف ان هو يعني فنيا هيضطر يلعب طبعا لازم يلعب بس لا انا رايي ان هو يلعب باثنين قدام يعني طب هاخد حضرتك لجزء فني احنا فتحنا الكلام في الجزء الفني هل ممكن ناخد حضرتك للمدرسه اللاتينيه اللي مستر لسراتي منها ان هم في بعض الاوقات بيفضلوا او لو مش بيبقى موجود راس حرب ان هم بيفضلوا ان هم ما يلعبوش براس حرب ويلعبوا بالثلاثه قدام يبدلوا سواء اثنين على الاطراف او واحد في منطقه الجزاء ويعملوا عمليه تبديل علشان طبعا يعني يقوموا بقى بخلخله الدفاع او محطات زي حضرتك ما بتقول او واحد على واحد كل المهارات الفرديه اللي ممكن يستغلوها تجاه المنافس. بص ما هي ما هو الموضوع فني الا لو انت باني فرقتك على كده تقدر تلعب كده لكن لو جات لك ظروف معينه زي اللي موجود الفريق مش واخد على كده بتبقى صعب قوي انك تغير انت بتغير كده طريقه اللعب فنيا كمان يعني فالموضوع ده لازم اللعيبه نفسها تبقى واخده عليه يعني انا شايف ان هيبقى صعب جدا ان هو يلعب كده لكن برضه على حسب امكانيات لكن انا شايف ان تستغل نص ملعب النادي الاهلي عندنا حلول فرديه اللي هم ممكن يجوا من تحت احسن بكتير قوي من انك تحطهم قدام بيبقى صعب جدا يعني انا شايف ان يعني تبقى صعبه شويه ثلاثه قدام ولكن بص بحال من الاحوال الماتش ده ماتش انا شايف له يعني حتى اللعيبه الصغيره يعني لا ممكن يعملوا ماتش كويس جدا ويعملوا فرق في الماتش ده ان شاء الله. قبل ما نروح للعيب عايز اخدك للمدير الفني رايك في مستر لسراتي بعد ثلاث مباريات من قياده النادي الاهلي؟ لا عنده مشاكل فنيه كتير حقيقه وعنده تغييراته جوه الملعب يعني انت في المدرب
او المدير الفني لما بيجي الماتش لازم في الماتش تحس بفرق في اللعب على حسب مجريات الماتش، على حسب نتيجه الماتش. هل غيابات يا كابتن ممكن تكون هي اللي مش مساعده الراجل، ولسه الصفقات الجديده لسه الاهلي متعاقد معاها ما دخلوش؟ ممكن، بس انا شايف ان انت لازم مدرب قبل ما يلعب لازم يبقى دارس كل الفرق، حتى لو عنده، فنفترض ان انت عندك حد هيقعد فتره طويله مش موجود مثلا، جات له اصابه طويله مثلا ولا حاجه، زي ما بيحصل في اي فرق بره كبيره، بيبقى المدرب دارس جدا الفرقه الاحتياطي اللي بره، وعارف اللعيبه اللي بره عنده ايه، وعارف امكانيات حتى الناس اللي في الملعب ايه، اللي ممكن تغير من نص ملعب او تغير واحد باك تخليه يلعب راس حربه، مش مشكله لو انت فعلا دارس الفرقه فنيا سواء بره او جوه، تبقى عارف امكانياتهم. يعني انا شايف ان تغييراته جوه الملعب فيها مشكله شويه حقيقه. طب هل حضرتك شايف ان ممكن يستعين ب ياسر ابراهيم في المباراه يوم الجمعه في خط الدفاع، الخيار الوحيد اللي قدامه مش موجود غيره؟ يعني متهيألي ان هو يعني هيلعب بيه طبعا اكيد، يعني لان الغيابات دي مشكله، في حاجات بتبقى مضطر انك تكسب، ولا في حاجات بتضطر انك تعملها، وفي حاجات انت بتبقى ليك الاختيار شويه انك تقدر تحركها يعني، لكن انا ما فيش غيره طبعا، هو اضطر يلعب طبعا بياسر في الاهلي دايما بيلعب ب 4-2-3-1، ممكن الاهلي يلعب 4-3-3. انا اتوقع انه هيلعب 4-3-3، نص الملعب يتامن بثلاث لعيبه في نص الملعب وثلاثه قدام، هم دول اللي يكونوا المحور. هو مضطر برضه يلعب كده يعني، الامكانيات اللعبه اللي موجوده والغيابات هتضطر الماتش يروح لكده يعني. طيب رأي حضرتك في الصفقات اللي الأهلي تعاقد معاها، رمضان صبحي، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، محمد محمود، محمود وحيد، جيرالدو، بنتكلم كمان كويسة جدا، تأييد أجاي ولسه فيه صالح جمعة بيعود، شايف الأسماء عاملة إزاي؟ الحقيقة طبعا كلهم أسماء وكلهم عارفين قيمة النادي الأهلي كويس جدا، لعيبة كويسة جدا، فرقوا في فرق حتى اللي لعبوها كتير، الشحات طبعا إضافة كويسة جدا، رمضان صبحي ولو ان كنت نفسي رمضان ما يلعبش من الاول على طول، رمضان كان بقاله فتره بعيد. ما كانش بيلعب كتير، تيجي تحطه فجاه في منافسه شديده جدا هنا، طريقه اختلاف اللعب، طريقه العيشه، بقاله كذا سنه مش موجود هنا، خد على سيستم معين، فالحقيقه شايف ان رمضان يعني محطوط عليه ضغط كبير جدا، فانا كنت اتمنى ان هو بس شويه يخش جوه الاجواء يعني، لكن اتمنى ان هو يرجع سريعا يعني. صالح جمعه طبعا لعب كويس، ياسر يعني، لا شاف صفقات هتفرق مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي، يمكن بس هتاخد وقت شويه، لكن سرعان ما هتلاقي الفرق ده، اللعيبه دي هتعمل فرق جامد جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني. طيب هعرض على حضرتك مجموعه من الصور، وعايز تعليق من حضرتك على كل صوره أوكي. من الصور اللي حضرتك هتشوفها. تمام ماشي، اتفضل. ماشي معاك. طيب تعليق حضرتك على الصوره الاولى دي، كان انا وهشام حنفي. تمام. ده كان من اول ماتشات الوديه اللي لعبناها مع الفريق الاول يعني، ده كان تقريبا ضد المنتخب العسكري. تمام. كان في تكريم، كان في تكريم ليا ولينا ناشئين، وانا جبت جون جونين في كان نادر السيد هو اللي في المنتخب العسكري ساعتها في الماتش ده. فدي صوره طبعا، صورة تكريم طبعا من المؤسسة العسكرية اللي الكابتن تامر بجاته للنادي الاهلي. دي الصورة الثانية مع درع النادي الاهلي. طبعا درع الدوري يعني، دي كانت حاجة كبيرة جدا يعني، الواحد يبقى حاسس ان هو مجرد بس موجود حتى لو احتياطي يعني مع النادي الاهلي، بالنسبة لك انك تتصور صورة زي دي واحنا لسه 19 سنة، ده موضوع طبعا كان بالنسبة لي طبعا كبير جدا. طبعا كابتن الدوري والكاس كانوا البطولتين الاهلي طبعًا حصل عليهم. طبعا. جيل كبير جدا وجيل عظيم طبعا، اسماء كبيره جدا معاهم طبعا يعني، اسماء كبيره جدا، وكان الواحد ما تخيلش ان هو يلعب يعني جنبهم هو في السن الصغير الحقيقه دي يعني طبعا يعني. طيب نروح للصوره الثالثه. الصوره دي بقى انت جبتوها منين الصوره دي؟ لا كابتن، ما احنا كابتن برضه يعني عندنا مصادر كده بتاعتنا، بنعرف نجيب الحاجات. الصوره دي انا كنت لسه يعني اللي كان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه، انا كنت بلعب في نادي الشمس، فجينا لعبنا بطوله وديه كده في نص السنه، كان لسه عندي تحت 12 سنه يعني، فالكابتن مصطفى حسين جابني بعد الماتش كده، احنا اهلي كده، وقال لي انت اهلاوي؟ قلت له اه. قال لي تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له اه طبعا يعني. فقال لي خلاص يلا، وفجاه لقيت بقى ايه عبد الله عيد بقى بس بخير، لقيته في البيت بيتكلم مع بابا، ما كانش فاهم قوي، قال له انت عنده 11 سنه يلعب فين؟ فروحت النادي الاهلي، واول ما رحت دي كانت سفريه في فرنسا، برج ايفل رحنا، كان في بطوله في فرنسا طبعا مش فاكر فين، بس تقريبا كانت في بوردو او حاجه كده، كان ده كان عندنا 13 سنه،
لان النادي الاهلي كان دايما بيهتم بالناشئين من زمان الحقيقه يعني. فرحنا لعبنا البطوله دي، كابتن ابراهيم عبد الصمد طبعا كان اول واحد لما رحت النادي، كان ده في النادي انا كان بس رحت النادي بقالي شهر لسه كنت صغير، وجت لنا السفريه دي. بس طبعا دي يعني معرفش جبت الصوره دي منين الحقيقه. انا بقول لحضرتك عندنا المصادر الخاصه بتاعتنا. طيب ده كان فريق الناشئين تحت 15 سنه، دي صوره ايضا يا كابتن مع لعيبه كبيره ولعيبه طبعا تاريخ. دي فرقتنا بقى تقريبا دي كانت في ال 19 سنه. مظبوط. احنا كابتن بنختبر كابتن عادل طعيمه. طبعا. والحقيقه كابتن عادل طعيمه من المدربين اللي فعلا فرقوا معايا جامد جدا في كل حاجه الحقيقه، وكان بيقعد معايا بعد التمرين، وكان هو اللي مطلع حسام وابراهيم، وكان بيقعد دايما يعني. حقيقه كابتن عادل طعيمه من الناس اللي فعلا فرقوا معايا في شغل الملعب وشغل راس حربه، وكان كان بيحب شغله جدا، وكان بيقعد معايا بعد التمرين نقعد نشتغل كتير جدا الحقيقه. طبعا يعني مين ابرز الاسماء يا كابتن اللي احنا ممكن ما ناخدش بالنا منهم؟ كان في طبعا كابتن هشام حنفي، في كابتن احمد سامي طبعا دلوقتي، في سامر عبد الرحمن، في محمد سعد، في هاني العقبي، لا في طبعا نجوم كتير. بس اقول لك الحاجه، كان صعب جدا انك تطلع عدد كبير في الفتره دي، كان صعب جدا يعني. انا حتى كنت حتى فرقه وليد صلاح الدين وهادي خشبه احمد ايوب، يمكن هم دول الثلاثه اللي طلعوا برده من الفرقه دي، وكانت فرقه تقيله جدا برده يعني. الناشئين النادي الاهلي كانت فرق، الفرقه نفسها كلها كانت فرقه كبيره جدا، ولكن الاماكن انك تطلع تلعب ده كان صعب جدا طبعا. صعب. معانا صور ثانيه ولا؟ طيب ده كان يعني مجله اوروبيه، ده كان نشر صوره الكابتن تامر بجد. لكن عايز اعرف بقى منك حكايه المانشيت، اكيد حضرتك عارف المانشيت ده هو يعني انا خدت طاري من النادي الاهلي يعني. يعني بعد الهدف اللي حضرتك احرزته في اول مباراه كانت في المنصوره، المباراه خلصت 1-0 بالظبط يعني. ف لا ريفانش ده بجد بالظبط يعني. كان موضوع كبير. انا بقول لك ساعتها الموضوع خد شكل تاني خالص يعني. بص هو كانت حلوه طبعا، الواحد يحس ان هو اتقدر او عمل او اثبت للناس ان هو كويس، انه كان حق ان هو يفضل وما يمشيش من النادي وكده. فالموضوع حلو ووحش في نفس الوقت طبعا، فرقتي في الاخر يعني. طبعا طبعا. كابتن تامر بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وبشكر حضرتك بنيابه عن جمهور النادي الاهلي انك تمسكت بالنادي الاهلي ولحد اخر وقت، حتى في احرازك هدف في مرماه، وده حاجه مش غريبه على اولاد النادي الاهلي. كابتن تامر طبعا انا ابن النادي الاهلي وتربيت فيه من انا عندي 12 13 سنه بلعب فيه، فطبعا يعني حاجه كبيره بالنسبه لي. ويمكن لو ما كنتش لعبت في ناشئين النادي الاهلي ما كنتش هوصل اللي انا وصلت له ده. فانا بشكرك جدا على الحلقه دي، بشكرك جدا على الصوره انت جبتها دي الحقيقه. ويمكن انا في ناس كتيره قوي كانت تقول لي تفتكر ان انا من المنصوره يعني، اقول لهم يا جماعه لا انا من النادي الاهلي طبعا. ف يعني انا مبسوط جدا الحلقه دي يا عمر، واتمنى طبعا التوفيق ليك وبرنامجك، وطبعا جماهير النادي الاهلي كلها مبسوط جدا الحلقه دي. شكرا. ربنا يخليك كابتن تامر. ده كان الجزء الاول الخاص بالكابتن تامر بجد وفقرة حوارية مميزة. هنروح لتقرير عن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم، وبعديها هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفي وضيف الفقرة الحوارية الثانية الكابتن إسلام عادل نجم النادي الأهلي السابق. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يمكن الصبح تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بعدة مذكرات لعدة جهات علشان نتعرف عليها بالتفصيل. معي المتحدث الرسمي باسم مجلس الاداره الاستاذ شريف وهيب، نقول لك اهلا بيك على شقة النادي الاهلي، ربنا يكون في العون. فتره يمكن الاهلي بيعيشها في فتره ازمات، ولكن مجلس الاداره قادر على اخذ حق النادي الاهلي، قادر على ايقاف اي متهور يفكر يعني يكون بيجاري النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي. قلنا بشكرك شريف، شكرا جزيلا واهلا بيك، وتحياتي لمشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم ولكل جماهير المصريه الحقيقه. انت لو اذنت لي بس قبل ما اكلمك في الموضوع ده بالتفصيل، عايز اؤكد على نقطتين نذكر الناس بيهم يعني، او نؤكد على نقطه فيهم ونذكر الناس بنقطه اخرى. النقطه اللي نؤكد عليها هي انه الرياضه ما هي الا وسيله
لتهذيب النفوس والارتقاء بالأخلاق والسمو بالروح والتعاون وتعميق أواصر المحبة والصداقة بين الشعب وبين حتى جماهير الأندية المختلفة. صحيح ممكن يبقى فيه شوية مناكفات مناوشات، لكن في النهاية في علاقة طيبة بين جماهير الأندية المختلفة، فمش عايزين الرياضة تخرج عن هذا الإطار. النقطة اللي عايز أكد عليها كمان أنه لا أحد يزايد على النادي الأهلي، اللي عمره 112 سنة الحقيقة اتسم خلالهم دايما بالمواقف القيمية والأخلاقية المحترمة والمواقف التربوية تجاه أبنائه، حتى اللي كان بيخرج فيهم عن النص سواء بالتهذيب والإصلاح أو باللفظ خارج المنظومة إذا كان هناك صعوبة في عودته إلى الطريق القويم. النقطة الثالثة اللي أحب برضو أذكر الناس بيها بقى هي للتذكرة، إنه السنة اللي فاتت لو حضرتك تفتكر يا شريف في نفس التوقيت من عام مضى بالضبط، بعد ما الأهلي فاز على الزمالك 2-0 لو أنت فاكر، وكان في طريقه لأداء مباراة السوبر تاني يوم في المطار، وحصل نقاش بين اتنين من اللاعبين، الزميل اللي بيغطي للموقع الرسمي للنادي فتح الكاميرا عن دون قصد، فهذه التعبيرات اللي مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب شخصيا ارتأى إنها ربما يعني تجرح مشاعر لاعبي نادي الزمالك وجمهوره، رغم إن على فكرة كان الكلام عادي جدا ومفيش فيه أي شيء ولا أي خروج عن النص، وده كلام بيتقال بين الجمهور وفي إطار مداعبات وبلا مفيش مشكلة، ولكن شوف النادي الأهلي عمل إيه. أنا تلقيت تليفون غاضب جدا من الكابتن محمود الخطيب بيبلغني بقراره اللي هو إيقاف الزملاء المسؤولين عن البث على الموقع وترحيل الزميل اللي نقل هذا الموقف عبر السوشيال ميديا وعبر صفحة النادي الأهلي. مش كده وبس، وبعد ذلك حصل إنه يمكن الاثنين الزملاء دول غدروا النادي رغم إنه يعني شباب كان كفء في مجال عمله. ليه النادي الأهلي خد هذا الموقف وكابتن محمود الخطيب؟ لأن هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي حريص على علاقته المتميزة بكل الأندية، فما بالك إذا كان نادي الزمالك اللي هو يعني تاني أكبر نادي في مصر وفي علاقة ممتدة بين رموز النادي في الأهلي وأيضا رموز نادي الزمالك. دي كانت بس مقدمة مهمة علشان أذكر الناس بيها، الأهلي في مثل هذه المواقف بتصرف إزاي. الحقيقة أن نادي الأهلي فوجئ مؤخرا منذ عدة أشهر بهجوم ضاري وغير مبرر وتجاوز كل الأعراف من قبل رئيس نادي الزمالك ضد النادي الأهلي وضد الكابتن محمود الخطيب شخصيا وضد مجلس إدارته، يعني الحقيقة فردا فردا، وأنت تعلم حجم احترام ودماثة خلق رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وأعضاء والسادة أعضاء مجلس إدارة المحترمين، والنادي الأهلي كدأبه وكعادته لا ينزلق أبدا إلى مهاترات أو إلى تلاسن، التزم الصمت وترفع عن الرد طوال الأشهر الماضية. الحقيقة للأسف الشديد البعض فهم إنه هذا الترفع وهذا الصمت ضعف، فتمادى واستمر الهجوم والتجاوز في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره. الجمهور كان غاضب جدا بيطالب باتخاذ موقف. في النهاية أنت كمجلس إدارة النادي الأهلي الحريص على ترسيخ القيم والتعاون والعلاقات الطيبة بين الأندية، لو ما أخذتش موقف فأنت بتترك الجمهور يتصرف، واللعب بورقة الجمهور غاية في منتهى الخطورة. وبالتالي كان لزاما على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أنه يتخذ الإجراءات التي تتفق وتتسق وتنسجم مع قيم ومبادئ النادي الأهلي التاريخية وفي الحاضر وفي المستقبل دون الانزلاق إلى أي نوع من المهاترات. في أليات وفي طرق معينة النادي الأهلي سلكها، بدأها زي ما حضرتك عارف ببلاغ إلى معالي النائب العام المستشار نبيل صادق، بيعدد فيها تقدم به الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن الكابتن محمود الخطيب وعن السادة أعضاء مجلس إدارة جميعا، بيعدد فيها كل التجاوز والمخالفات والتطاول اللي الحقيقة طال رموز النادي الأهلي وجماهيره ومسؤوليه وكل المنتمين ليه. للأسف الشديد أنه هذا البلاغ حتى الآن لم يتم البت فيه لاعتبارات الحصانة البرلمانية للسيد رئيس نادي الزمالك. طيب النادي الأهلي يصمت؟ لا، النادي الأهلي قرر أنه يتخذ حزمة ومجموعة من الإجراءات زي ما أنت تفضلت ليضع مسؤول الدولة المصرية أمام مسؤولياتهم في منع الحقيقة حدوث فتنة كبرى بين جماهير الرياضة في مصر. فالنادي الأهلي تقدم بمذكرة الحقيقة إلى السيد الفاضل الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يضع أمامه هذا التجاوز ومدعم بالأسانيد و
بالوسائل الحقيقة السيديهات وخلافه اللي هي بتثبت حق النادي الأهلي دون ذنب ودون جريرة ارتكبها الحقيقة. تقدم أيضا بمذكرة لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي أيضا يطلب منه التدخل والبحث عن آلية لوقف يعني هذا النوع من التجاوز الذي يمكن أن يؤدي إلى أمور لا يحمد عقبها زي ما قلت لك، ممكن تؤدي إلى إثارة وفتنة كبرى بين جماهير في وقت أنت مطالب فيه أنك تكون قدوة للنشء وللشباب وتجمع أبناء هذا الوطن على قلب رجل واحد. مصر بيعاد بنائها، مصر بتشهد يعني الحقيقة نهضة بنائية لم تشهدها في تاريخها الحديث. مصر مقدمة على تنظيم بطولة أمم أفريقيا في يونيو القادم، وبالتالي محتاجين نظهر بمظهر مشرف، محتاجين نقدم صورة حضارية تليق باسم مصر الجديدة الحديثة الناهضة الحقيقة. بالإضافة إلى خطاب أيضا إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المحترم بنفس المعنى. طيب هل النادي الأهلي اكتفى بهذا؟ لا، النادي الأهلي أيضا علشان يكون أم بجملة من الخطوات المتسقة والمتناغمة طبقا للقانون توجه إلى اتحاد الكورة فتقدم بمذكرة إلى رئيس لجنة القيم المستشار محمد عبدو صالح بنفس التجاوزات وبما يعني يدعمها بالأسانيد. تقدم بمذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية المصرية طبقا لقانون الرياضة، فاللجنة الأولمبية هي المسؤولة عن هذا الأمر، ولجنة القيم والأخلاق القضائية الموجودة وعلى رأسها قاضي جليل يشار إليه بالبنان. يعني أنا لا أمدح ولا أذم، فالقاضي لا يمدح ولا يذم، لكن الناس تعلم من هو المستشار محمدي قنصوة أو المحمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات القاهرة السابق، هو يتولى هذه اللجنة أيضا طبقا للقانون وطبقا للميثاق الأولمبي وطبقا لمدونة السلوك والأخلاقيات المعتمدة من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية. النادي الأهلي أعد خطاب مرفق بالمستندات اللازمة وتوجه به إلى اللجنة القضائية برئاسة المستشار المحمدي قنصو. ثم مذكرة تانية وثالثة ربما إلى أستاذنا الجليل الأستاذ مكرم محمد أحمد الكاتب الكبير بصفته رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للنظر في الخروج عن النص على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت صفحة الموقع فيسبوك أو قناة رئيس الزمالك على يوتيوب، لأنها الحقيقة منصة للتطاول والتجاوز في حق الأفراد وفي حق المؤسسات، وطبقا للقانون المفترض للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المنوط به النظر في مثل هذا الأمور، خاصة إذا زاد عدد متابعيك على صفحتك على موقع التواصل عن 5000 شخص. فليه النادي الأهلي أقدم على هذه الخطوة؟ النادي الأهلي لسببين. السبب الأول أنه من الآن فصاعدا لن يقبل النادي الأهلي أي تجاوز في حق أي من أبناء النادي أو لاعبيه أو جمهوره وبالطبع مسؤوليه ورموزه، لأنه النادي الأهلي لا يتجاوز ولا ينزلق إلى مهاترات ولا الحقيقة يتطاول على أي فرد أو على أي مؤسسة، ولم يحدث في التاريخ ولن يحدث، يعني فكرة ده مش هيحدث، وبالتالي ننتظر من الآخرين التقدير والاحترام المتبادل طبقا للأعراف والتقاليد اللي تربينا عليها والمتعارفة في المجتمع المصري. رقم اتنين أنه كان لزاما على مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتخذ هذا هذه الحزمة من الإجراءات حتى يمنع أي تصرفات فردية سواء من قبل المنضويين تحت لواء مؤسسة الأهلي، يعني سواء من المدربين أو المسؤولين اللي طالهم الحقيقة التجاوز، سواء كان كابتن سيد الحافظ مدير الكورة، سواء كان العميد محمد مرجان مدير النادي، كابتن محمود خطيب شخصيا اللي ما فيش اتنين في مصر أو يمكن في الوطن العربي بيختلفوا على دماثة خلقه وعلى أدبه الجم وعلى تواضعه الرفيع وعلى التنازل حتى عن حقوقه من أجل النادي الأهلي، فما كان ينبغي أبدا أن احنا ننزلق إلى هذا الأمر يعني. وبالتالي دون أن يلوم أحد النادي الأهلي كان هناك صبر، كان هناك ترفع، ثم كان هناك جرس إنذار تنبيه أيها السادة مسؤولي الدولة المصرية العظيمة المحترمة التي نشرف بالانتماء ليها، والنادي الأهلي مؤسسة عظيمة وجزء من هذه الدولة ويعيش تحت غطائها وتحت مظلتها، من فضلكم الأمر أمامكم طبقا للقانون يعني لنمنع الظلم من استمراره أو نمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. قول لي يا أستاذ شريف، يمكن الأهلي
أخذ عدة خطوات. الخطوة الأولى النائب العام، ثم اليوم بعدة يمكن بيانات أو عدة مذكرات، تقديم مذكرات للجهات المعنية، كل الجهات في مصر. ماذا بعد؟ الأهلي مجلس الإدارة خلاص وقف على كده ولا لا؟ هناك المزيد، هناك مزيد من التصعيد الفترة المقبلة. ممكن نلاقي مثلا نوصل للاتحاد الدولي، اللجنة الأولمبية الدولية، ولا خلاص وقف مجلس الإدارة عن هذا الحد؟ اللجنة الأولمبية المصرية طبقا للقانون هي خطوة أولى في اتجاه الخطوات التي تليها. المخاطبة السادة المسؤولين، النادي الأهلي يريد دائما ويتصرف دائما شأنه، لأنه كبير والكبير لا يتصرف إلا تصرفات كبيرة. النادي الأهلي بيلجأ للمؤسسات الكبيرة والمسؤولة في الدولة المصرية ليضعهم أمام مسؤولياتهم زي ما ذكرت لحضرتك يا أستاذ شريف. هل عندهم آليات أو أدوات قانونية يقدروا يستخدموها؟ بالتأكيد عندهم. والله في حال أنه لم يتم استخدام هذه الأدوات ولم ينتهي هذا الأمر، أحب أطمن حضرتك وأطمن جمهور النادي الأهلي أنه النادي الأهلي عنده خطوات بديلة وعنده آليات أخرى لاتخاذ مواقف أخرى يضمن بها حقوقه ولديه ملء الثقة في رجاله وفي الحقيقة رموزه وفي مسؤولين هم يستطيعوا الحصول على حقوق النادي بالطرق الشرعية وبالقانون، أيضا دون الانزلاق إلى أي مهاترات أو تلاسن. أنا بطمن حضرتك وبطمن جمهور النادي الأهلي أنه في خطوات أخرى يعني كل في حينه سنعلن عنه، لكن إحنا هذه الخطوة في انتظار ردود أفعالها وفي انتظار تصرفات السادة المسؤولين اللي تم رفع المذكرات والشكوى إليهم، بالإضافة إلى موقف اللجنة الأولمبية المصرية. يعني هي المسؤولة عن ضبط الحالة الرياضية والأخلاق، وفي ميثاق أولمبي وفي مدونة للسلوك والأخلاقيات. هل حصل في تجاوز؟ هل في جهر؟ هل في عنف؟ هل في تهديد؟ هل يعني الحياة كلها أمور موجودة في مدونة السلوك وموجودة في الميثاق الأولمبي، وبالتالي الأمور لا تؤخذ على أواهنها. ما فيش حد يطلع كده في أي وقت يقول أي حاجة وبعدين ما حدش يقدر يحاسبه، والأمر يصل إلى أن احنا نلوك الناس في سيرتهم ونلوك الناس في أعراضهم ونلوك المؤسسات. ده أمر مرفوض. لحب يعني أؤكد لك عليه الشريف أيضا وجمهور النادي الأهلي، النادي الأهلي لا يهتز ولا ينشغل بالصوت العالي إطلاقا، ولكنه لا ينزلق إلى مهاترات أو تلاسل. وزي ما قلت لك عنده يعني طرق بيتخذها كفيلة بأنها تعيد الأمور إلى نصابها إن شاء الله. خبرا واحدا حضرتك قلت لن يسمح النادي الأهلي بعد هذا اليوم أو بعد اليوم بأي تجاوز آخر، خلاص لا. من الآن فصاعدا النادي الأهلي يستطيع أن يحصل على كل حقوقه، أن يرضع المتجاوز بالقانون وبالطرق الشرعية، ولديه من الآليات ومن الوسائل أنه يفعل هذا زي ما قلت لك بطرق شرعية وقانونية دون تجاوز ودون اكتراث أو اهتزاز باتهامات أو صوت عالي أو يعني مثل هذه الأمور لا تحرك ساكنا في أي مسؤول في النادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي كتاب مفتوح. احنا بندعو، والنادي الأهلي الحقيقة في خطاباته الموقعة من رئيس النادي شخصيا بيدعو أي جهة في مصر، سواء كان مجلس النواب، جهاز مركزي لمحاسبات أموال عامة، وزارة الشباب، جهة إدارية، أي جهة رقابية، رقابة إدارية، دفاتر النادي الأهلي موجودة، أوراقه، مستنداته، كل شيء الحقيقة مدون طبقا للقانون. والنادي الأهلي لا يتخذ موقفا ولا تصرفا ولا قرارا مخالف للقانون على الإطلاق. مش احنا بنقول كده ومن حقنا نقول كده، ونفتخر ان احنا بننتمي الى هذه المنظومة شديدة الرقي والانضباط، لكن كمان اي جهة رقابية في البلد، انت جزء، انت ترس في هذا البلد، يعني انت مش دولة داخل الدولة. البعض دايما يتحدث ويحاول يعني احداث نوع من الوقاعة، يقول لك يوم النادي الاهلي متصورين نفسه، لا لا لا، النادي الاهلي مؤسسة وطنية عظيمة وأسست بالأساس سنة 1907 لتحافظ على الكرامة الوطنية ولتكون موطنا وبيتا للمصريين في ظل تعاظم وجود الأجانب في هذا التوقيت. والنادي الأهلي هو صانع السعادة، ومواقف النادي الأهلي بتطفي الحقيقة قدر من البهجة والسعادة على كل المصريين والوطن العربي. فالنادي الأهلي مؤسسة كبيرة داخل جمهورية مصر العربية العظيمة اللي كلنا سعداء وفخورين بالانتماء ليها ولهذا الوطن العظيم اللي زي ما قلت لك يعني مجد وتاريخ عظيم وحاضر أيضا، يعني نقول إيه، مستقر ومستقبل مزدهر إن شاء الله. عايزين نحافظ على ده، يعني على عايزين مصر تستمر بهذا الإطار وكل أبنائها يشاركوا فيها، خاصة
منظومة الرياضة، لأنها أنا في تقديري واحدة من أركان القوة الناعمة لمصر. إنجاز لي أن أقول ذلك. شكرا حضرتك وسعيد حضرتك وضحت النهاردة للرأي العام للجمهور الأهلاوي أن من الآن وصاعد مجلس الإدارة لا يتهون في أي تقصير أو أي حد يمس كيان النادي الأهلي. أنا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله أنه الهدوء يعم وأنه نعلي من قيمة الأخلاق والمثل العليا والروح الرياضية لتعود الرياضة كما كانت، وستبقى دوما ساحة لتربية النشأ على القيم وعلى الأخلاق وتقديم القداد يعني أو القدوة الطيبة لأبنائنا. شادي قناة الأهلي، ده كان توضيح هام ومن الأستاذ طبعا شريف المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، ويبقى الأهلي فوق الجميع. دمتم في أمان الله. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تابعنا وشفنا وسمعنا ده كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اللي تم إصدارها صباح اليوم، وكان طبعا قرارات مهمة جدا. هنعيد وهنزيد زي ما بدأنا معكم بالبيانات اللي تم إصدارها صباح اليوم، كمان القرارات اللي زي ما حضراتكم تابعتوها وشفتوها. والأهلي طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي لا يتهاون مع أي شخص في مختلف الزمان، سواء دلوقتي أو سواء قبل كده أو سواء بعد كده. هنرجع أو رجعنا لحضراتكم مع واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كانوا موجودين في بداية عمره مع الناشئين، تألق مع فريق الشباب، تم تصعيده إلى الفريق الأول لكن بيخرج بعديها إلى الدوري الممتاز، سواء لنادي مصر للمقصة أو لنادي وادي دجلة علشان بعدها يخوض تجربة احتراف في السعودية. هنتكلم معاه أكتر وهنعرف إيه خطوته الفترة اللي جاية. مشرفني ومنورني معايا في الاستوديو لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن إسلام عاتل. ازيك إسلام؟ ازيك عوفر؟ أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخذناك من الطيارة على الطيارة. عمر البنوبي يعني مش طبيعي، أكتف بطريقة مش طبيعية. لا عمر لقيتش استلم الشنط، لقيته بيقول لي انت معانا بكره في قناه الاهلي، وهو عارف ان انا مش هقدر ارفض بيتك ولا عمر البنوبي ولا عمر ربيع ياسين ولا النادي الاهلي طبعا. لا طبعا مشرفنا ومنورنا والحمد لله على السلامه. و يعني قبل ما ابدا معاك عايز اعرف تجربتك وتقييمك للفتره السابقه من وجودك في الدوري السعودي. والله طبعا الحمد لله، دايما انا دايما كل التجارب اللي انا مريت بها في حياتي، انا ليا شرف ان انا بدات في النادي الاهلي واحنا كنا مع بعض في فرقه واحده في النادي الاهلي. هجيلك بس نخلص السعوديه. فانا دايما كل التجارب اللي بمر بيها ببقى سعيد جدا بيها وبعتبرها تجارب ناجحه، حتى لو في النهايه ما مشيتش بالطريقه اللي انا عايزها، هي كده كده بالنسبه لي بتبقى ناجحه، لان بحاول على قد ما اقدر من الخبرات اللي انا اكتسبتها في حياتي ان انا لما ادخل اي تجربه استفيد منها على قد ما اقدر، واحاول اسيب بصمه كويسه في المكان اللي انا ابقى فيه. في بدايه التجربه انا كنت حابب ان انا اخد تجربه الاحتراف، والكره السعوديه الفتره الاخيره ابتدت تتطور، ابتدى يبقى فيها دعم مادي كويس، ابتدى يبقى فيه عدد محترفين كبير، الدوري بقى شكله كويس، فانا كنت حابب ان انا اخد التجربه. اتكلمت مع وكلاء كتير علشان ان انا اخد التجربه دي، ولكن جالي نادي اقل من اللي انا كنت عايز اروحه في الدوري السعودي بشويه، لكن فكرت في الموضوع واستخرت، وكان في جنبي شويه عروض كده، لكن كان قراري ان انا اروح السعوديه يمكن اكمل والامور تمشي كويس. رحت نادي اسمه نادي الجندل السعودي، الامور هناك كويسه، الناس محترمين، لكن الدوري شويه برده مش قوي، كانت الدوري مش قوي، امكانيات النادي نفسه كمان كانت صعبه شويه، خاصه الامكانيات الماديه، فكان الموضوع انت عارف طبعا الماده اهم حاجه في الكوره طبعًا. يعني طبعا فاذا ما توفرتش الامكانيات الماديه بعد كده بيبقى في مشاكل كتير. من الاول للاخر ما كانتش الامور الماديه متوفره بشكل كويس، ابتدينا الدوري بشكل معقول، فضلنا اول 8 جولات اول الدوري لحد ما جت يمكن كان فاضل 3 مباريات والدور الاول يخلص، لعبنا مع فريق الامل بيلعب فيه شهاب الدين احمد اللي هو برضو نجم النادي الاهلي طبعا، وخسرنا المباراه دي 1-0. من هنا بقى ابتدى يحصل الدروب يعني، وللاسف النادي كانت مشكلته الوحيده ان هو طموحه مش انه يصعد، كان طموحه ان هو يبقى، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي في الوقت ده، ان هم انا كنت فاهم ان احنا المفروض نصعد، فلقيت طموح النادي ان هو يبقى، فبالتالي انت امكانياتك بتوازي طموحك او انت
اهدافك الفتره دي هتبقى على قد طموحك. انا عايز ابقى فهعمل الحاجات اللي تخليني ابقى. فيمكن الهدفين انا ما اتعودتش ان انا العب في نادي ما بينافسش او النادي يبقى موجود وخلاص يعني سد خانة. انا اتعودت على كده في النادي الاهلي، انت عارف الكبرياء بتاعنا عامل ازاي. والامور الماديه ما كانتش يعني ماشيه بشكل كويس، لكن الناس بكن لهم كل تقدير واحترام لانهم احتضنوني جدا من اول ما رحت، وفروا لي تقريبا كل الامكانيات، عاملوني بالشكل اللي بيا جدا طول الوقت. وفي النهايه لما لقيت الامور هتبقى اصعب، مفيش منافسه، بالاضافه ان الامور الماديه شبه منعدمه، اتفقت مع الناس يعني بالتراضي انه احنا ما نكملش مع بعض، لان خلاص اهدافنا اختلفت يعني. لكن انا فخور جدا بالتجربه، فخور جدا بالناس اللي انا قابلتها في السعوديه. شفت ناس كتير، شفت سوق لعيبه مختلف، طريقه لعب مختلفه في اسيا. مش عايز اتكلم كتير اكتر من كده عن التجربه دي، لكن هي تجربه الحمد لله عدت وخلاص انتهت لحد كده يعني. ده السبب اللي خلى اسلام عادل ان يفسخ تعاقده مع النادي، بسبب ان الطموح اللي كان موجود ما يرضيش طموحات اسلام عادل؟ مظبوط. انت عارف انا زي ما قلت لك احنا طالعين من النادي الاهلي اتعلمنا طول عمرنا ان احنا ننافس، حتى لو انا فرقتي مش احسن فرقه انا عايز انافس يعني. الطموح ما تماشاش مع طموح النادي، ابتدى النادي يقع، بالاضافه بامكانيات النادي نفسه، عندهم ملعب كره قدم سيء جدا يعني ما تقدرش تتمرن عليه. امكانيات النادي الماديه، امكانيات النادي الفنيه والاداريه، زي ما بقول لك هم ناس محترمين جدا، لكن محتاجين شويه دراسات وشويه علم وشويه خبرات في مجال الاداره وشويه حاجات كده، هم لسه بعيدين شويه عن الاحتراف يمكن علشان النادي صغير. فالامكانيات مش موجوده، اهمها الامكانيات الماديه والاداريه، فبالتالي كان صعب جدا، ما كانش هيبقى مفيد ليا ولا ليهم انه انا ابقى موجود يعني. طيب اسلام، عايز اروح معاك واقول لك، شايف تجربه الاحتراف اتاخرت شويه على اسلام عادل، ولا اسلام شايف ان هو كان في خطواته ماشي بخطى ثابته، ولا اسلام كان يتمنى ان هو كان يحترف في اوروبا وممكن كانت تيجي الخطوه دي بدري شويه؟ انت عندك حق، هي اتاخرت كتير، ما اتاخرتش شويه، علشان كده انا بقول لك انا لما قررت انه انا اوافق على التجربه والنادي صغير، علشان هي اتاخرت ومش عايز ان السي في بتاعي يبقى خلص من غير تجربه احتراف. فهي اتاخرت كتير، يمكن طلعت بدري شويه. فانا كنت طبعا يعني كنت اتمنى انه انا بدري شويه اخد الخطوه دي، ويمكن جات لي اكتر من مره، لكن مره وانا في مصر المقاصه جالي حاجه في اليونان، لكن في مصر المقاصه المسؤولين تمسكوا يعني بوجودي، وانا احترمت التعاقد مع النادي وكنت مؤثر في الفريق وكان وجودي مهم يعني. جات لي مره ثانيه لكن برضو ما وفقتش فيها، ما حصلش نصيب يعني ان هي تكمل. وبعدين الامور مشيت بالشكل اللي مشيت بيه، يمكن انا كنت لازم ابلان احسن من كده شويه. لو الزمن رجع بيا اكيد طبعا ما كنتش همشي بنفس الستبس اللي انا مشيت بيها دي، لكن في النهايه هو ربنا اختار لان الامور تمشي كده. وانا الى الان سعيد باللي وصلت له يعني. يعني اسلام، انت من ناشئين النادي الاهلي، من اول حاجه اللي لعبت فيها في حياتك هي النادي الاهلي على ما اتذكر يعني، انت اصلا من المنصوره. لكن عايز ابدا معاك من البدايه، فاكر بدايتك كانت عامله ازاي؟ وجودك ما شاء الله من اول يوم في النادي الاهلي لحد اخر يوم، مرورا بقى بفرق الناشئين بمختلف الاعمار، فريق الشباب، الفريق الاول. عايز اعرف، تحكي لي سريعا على تجربتك، وعايز اعرف ايه اللي حصل في رحيلك عن النادي الاهلي. والله يعني انا النهارده حسيت يعني ان انا لسه في النادي الاهلي، ريحه النادي الاهلي موجوده في الـ في الـ في, الـ في الاستوديو، والناس اللي قابلتها وانت كمان يا عمر. لا يعني احسن حاجه حصلت لي في حياتي يعني. ناس كتير قوي على مدار التاريخ، رموز كتير جدا حاولت ان هي ترفع من اسم النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي ككيان لوحده هو اللي قدر يعلي من كل الناس اللي لعبت في النادي الاهلي. ان اسمي يرتبط باسم النادي الاهلي ده شرف هفضل معتز بيه لحد ما اموت. هفضل ادافع عن النادي الاهلي، وافضل فخور ان انا لعبت في النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي وكسبت بطولات مع النادي الاهلي على مدار سنوات طويله جدا، ولعبت مع الفريق الاول مرورا بفرق الناشئين كلها طبعا، واخدنا بطولات في فرق الناشئين كلها. فطبعا اسعد حاجه حصلت لي في حياتي يعني وحلم كل الملايين الشباب وملايين اللعيبه كلها ان هم يلعبوا في النادي الاهلي سواء فريق اول او ناشئين. اضاف ليا كتير جدا من ساعه ما مشيت من النادي الاهلي لحد النهارده، وانا اسمي مرتبط باسم النادي الاهلي، الناس كلها محدش ناسي ان اسلام عادل ابن النادي الاهلي. انا على تواصل مع كل رموز النادي الاهلي ومع كل اللعيبه، ومرتبط ارتباط قوي جدا.
اه مرتبط ارتباط قوي جدا. ده فاكر الصوره دي يا اسلام؟ اه طبعا كابتن حسن حمدي طبعا بالظبط. ده مؤمن زكريا قاعد اهو طبعا انت عارف الفرقه كلها. طب فاكر، طب انا هسالك سؤال اصعب، فاكر الصوره دي مناسبتها كانت ايه؟ كان بيتعاقد النادي الاهلي مع الشركه الراعيه، مع الشركه الراعيه، وكانوا طالبين لعيبا من قطاع الناشئين. مظبوط. فتم اختيارك انت ومؤمن زكريا. مؤمن زكريا موجود تحت الكابتن حسن حمدي اللي نايم في الصوره. ده اسلام بالزبط. طبعا بما انه يعني اشقر فهو مش باين في الصوره، موجود على يمين الشاشه يعني على شمال الكابتن حسن حمدي، معدي اللعيب اللي بعديه على طول. فدي كانت يعني لقطات مهمه جدا. وانت يا اسلام عصرت شخصيات هامه جدا، وقابلت يعني قابلت سواء الكابتن صالح سليم الله يرحمه او الكابتن حسن حمدي او الكابتن الخطيب. مظبوط. اكيد ذكريات مش لا يمكن تنساها اسلام يعني. هنا برضو دي على ذكر الكابتن صالح سليم، كابتن صالح، الكابتن محمد رمضان، كابتن بدر رجب، والكابتن محمد السيد، والكابتن فريد شوقي. يعني دي دول ابرز الاسماء اللي كانت موجوده في استراحه الناشئين للنادي الاهلي. الاستاذ فتحي كشك مدير الاستراحه. مين بقى ابرز اللعيبه اللي انت ممكن تقول لنا عليها اسلام؟ يعني الصوره دي موجود فيها عبد الله جلال. تمام. عبد الله جلال واقف يعني ورانا هو. عبد الله جلال وفيليكس واحمد مجدي ويمكن شريف اشرف موجود في الصوره. شريف اشرف موجود وباين احمد مجدي طبعا. احمد مجدي ومصطفى شبيطه كمان جنب الاستاذ فتحي كشك زي ما انت شايف اهو. طبعا شبيطه وصغير، وفي شادي حجاز الجول اهو، بسام، احمد عبده، طبعا محمد طارق، وحسن هو كمان، وتوتا يمكن كمان ده اللي موجود، وعصام عادل وكريم فايد الله يرحمه. لا الحقيقه يعني ذكريات جميله، بس الاهم من ده كله انت جبت الصور دي منين؟ يعني هو ده الاهم. النهارده حلقه الصور، محدش بيجي غيره بيقول لنا جبت الصور دي منين. دي نفس طيب. الصور دي نفس الحفله اللي انت كنت موجود فيها، لكن مع يعني اللعيبه اللي كانت بتبقى مثل اعلى لكل اللعيبه الصغيره اللي كانت موجوده. الكابتن عصام الحضري، الكابتن حسام غالي، كابتن محمد فاروق، والكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمد عماره، حفيظ، والكابتن محمد عماره، ودول الاثنين المشرفين استاذ عادل واستاذ خالد. مظبوط. يعني بنتكلم على ان في وقت انا عارف ان انت كنت بتحب حسام غالي جدا جدا، كنت بتحب طريقه لعبه، كنت بتحب اسلوبه في الملعب جدا، وناس كتير كانوا بيشبهوا طريقه لعبك بطريقه لعب الكابتن حسام غالي. لكن ذكريات اكيد يا اسلام يعني ناس كتير ما تعرفش الكلام ده كله. احنا بنعرض الصوره والصور دي لاول مره. ودي الصور دي طبعا دي فيها ناشئين النادي الاهلي، كان عندنا 16 سنه والصوره دي انت موجود فيها. كان كابتن احمد ماهر الله يرحمه كان مدير قطاع الناشئين، من انجح رؤساء قطاع الناشئين في النادي بالزبط. الاهلي كمان كابتن وجوده في نادي النيل وكمان في الفريق الاول اضاف خبرات كتير جدا. كابتن عادل عبد الرحمن كان المدير الفني في الوقت ده، كان بيعاونه الكابتن محمد سعد، وكان طبعا كابتن عبد الله عيد المدير طبعاً الاداري، كابتن ناصر طبعا، وكابتن امل بسيوني وطبعا، واللاعبين، وانت كنت موجود زي ما بقول لك في الصوره دي. طب يعني عايزين نشوف يعني بص الصوره دي فيها الشناوي واقف على اليمين على الشمال خالص على على يمين الشاشه، على يمين الشاشة. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي الحالي. مؤمن زكريا كمان هو تحت في مؤمن زكريا قدام الكاس بالظبط جنب احمد الناصر. مؤمن زكريا تحت الكابتن احمد ماهر بالظبط. محمد ناصف موجود، يعني عدي لعيب بعد مؤمن حسن محمود، بعديها محمد ناصف بالظبط. فوق خالص بقى فوق الكابتن عادل عبد الرحمن، ده مين بقى يا اسلام؟ مين؟ ده انا. ده انت ليه الصوره بعيد كده؟ يعني الصوره بعيد كده. انا اتشرفت ان انا اكون موجود في قطاع ناشئين النادي الاهلي طبعا، يعني لعبت لفتره طويله طبعاً. لكن طبعاً. كمان اسلام عادل، يعني اسلام عادل لو هنعدي الكابتن احمد ماهر، كابتن ايمن بسيوني، لو اسلام عادل موجود فوق الكابتن ايمن بسيوني، نجوم كتيره جدا ولعيبه كانت موجوده في قطاع ناشئين اسلام. لكن بقى ظروف الفريق الاول وان مستر مانويل جوزيه طبعا في فتره كان فيها نجوم كتيره جدا الوقت بيلعبوا ده اعتقد كان صعب ان الوقت ده كان النادي الاهلي بيعمل ريكوردز كتير قوي في الوقت دوت، وكان النادي الاهلي دي مع كابتن هادي. طب انت فاكر ايه اللي حصل في الندوه دي؟ كانت ندوه، كان كابتن عادل عبد الرحمن كان عايز يجيب لنا شخصيه او مثل اعلى لينا كشباب، فكان الوقت الحالي كابتن هادي خشب كان كابتن النادي الاهلي بالزبط. فكان موجود معانا، انا كنت موجود ورا مستخبي خالص عشان كنت لابس لبس مخالف. انا كل الصور مش باين من كتر ما انا منور. يعني طبعا كابتن هادي خشبه موجود، مؤمن زكريا موجود، الشناوي موجود. الشناوي موجود على الشمال خالص، اللي قاعد اول واحد. انا فوق الشناوي الراس اللي طالعه ما بين محمود عبد النبي والتوني بالزبط. يعني الاثنين لعيبه انا موجود ما بينهم،
مؤمن زكريا موجود طبعا، في لعيبه تانية موجوده، هيثم عبد الكريم طبعا، هيثم محمد طارق تاني، احمد طلعت، احمد ممدوح، وباسم هشام، باسم هشام ومحمود عبد النبي واحمد كامل وتوني، يعني جيل بصراحه، احمد سعيد ميدو، وميدو طبعا. الحقيقه يعني لحظات، يعني بص رجعتوني تاني لايام زمان. بشكرك يا عمر يا بنوبي جدا على انا عارف ان انت طبعا ورا الصور دي اكيد عامل مجهود كبير عشان يجيب لنا الصور الحقيقه، انفرادات طبعا. في صور تاني يا جماعه ولا خلاص كده علشان ما يتبهرش اكثر من كده؟ لا لا طيب لحد ما نشوف في صور تانية. لا هم شغالين يعني، عمالين يعني يجيبوا، ما تقلقش. اسلام يعني رجعتك زي ما قلت لك لذكريات يعني مهمه جدا، وكانت سبب في وجود اسلام عادل كلاعب كره قدم. هنتكلم على الجزء الثاني، ليه مشيت من النادي الاهلي؟ والله زي ما قلت لك، احنا كان صعب جدا ان حد يبقى موجود في النادي الاهلي في الفريق الاول في الفتره اللي انا كنت موجود فيها. انا اتمرنت طبعا من وانا 17 سنه مع الفريق الاول، كان مستر مانو الجزيل اللي كان متولي قياده النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان يعني كان في اسامي كبيره جدا. احنا كنا يمكن بنطلع في الاوقات بس سد خانه ايام بطولات افريقيا وكده، لما كان دوري واقف، فكان لما لعيبه النادي الاهلي يروحوا للمنتخب كنا احنا بنطلع مثلا 7-8 من الناشئين نسد خانه يعني. لكن يمكن دي صوره، دي صورتك مع النادي الاهلي بالزبط. في احد المباريات الوديه على ملعب مختار التتش، اسلام عادل، محمود كابتن نادر، رياض، عمرو الحلواني، كابتن اسلام الشاطر، كابتن شريف محمد، احمد سمير فرج، فلافيو، ممدو حجازي، وعبد الله جلال. الحقيقه دي مباراه من المباريات اللي لعبتها مع مستر مانو الجوزيه، والمباراه دي كانت قبل مباراه نادي الزمالك في الدوري، كان اللعيبه دوليين في المنتخب في الوقت دوت وكانوا راجعين، اعتقد يمكن كانت يمكن في 2006 يمكن او يا 2005 2006 في الحدود دي. وكانت المباراه اللي جايه مباراه نادي الزمالك في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي، وانا لعبت المباراه دي، وكان الكابتن علاء مهوب موجود في الجهاز في الوقت ده، كان من حسن حظي يعني. وطبعا انا كنت يعني اللاعب بتاعه في الناشئين يعني، كان مدربي، فاتكلم معايا قبل المباراه وقال لي شد حيلك، انت اصغر واحد في الفريق اللي هيلعب ده، وكانت اول مباراه ليا مع النادي الاهلي وديه. فطبعا كان هو كان مستغرب ان انا مش خايف من المباراه، فقال لي تعالى في ايه، مالك انت هتلعب، انت مالك بتسخن عادي كده ليه، انت في الناشئين ما بتسخنش كده. فقلت له لا انا عارف ان انا ان شاء الله هعمل ماتش كويس، لان انا عارف ان انا النادي الاهلي ومعايا لعيبه يعني كبيره، وعارف ان ماتش اي ماتش بالنسبه للنادي الاهلي اللعيبه بتسهله يعني، واسم النادي بيسهله. عملت مباراه كويسه جدا مع النادي الاهلي وسلسه جدا، وكمان احرزت هدف في المباراه، ومستر مانويل يعني اشاد بيا جدا بعد المباراه دي، وكان في احتمال قوي انه انا يعني كانت مفاجاه يعني ان انا موجود في مباراه الزمالك، وده كان هيبقى حلم يعني، ولكن المباراه بعد كده اتاجلت يعني. لكن اتعلمت كتير جدا في الفتره اللي اتمرنتها مع مستر مانو الجزئيه، اتعلمت كتير جدا مع اللعيبه اللي انا لعبت معاها. التمرين حتى في النادي الاهلي مختلف عن المباريات الرسميه في الانديه الثانيه، اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كره قدم يعني، ده في رايي، واللي ما دخلش جوه النادي الاهلي وحس الاحساس اللي انا حسيته وكل اللعيبه حاساه دلوقتي، لا هو لما يعتزل هيبقى كانه ما لعبش كوره الحقيقيه اللي احنا شفناها جوه النادي الاهلي. الحقيقه هفضل طول عمري فخور جدا انه انا انتميت للنادي الاهلي، هفضل طول عمري فخور انه انا مثلت النادي الاهلي، ان انا كنت جزء من البطولات حتى على مستوى الناشئين. زي ما بقول لك يعني اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا، فترات مهمه جدا يعني، رجعتوني الايام، اثرت في شخصيتي واثرت في حياتي جدا لحد دلوقتي يعني. اسلام من الاهلي للمقصه، كنت موجود مع مصر للمقصه في اولى تجاربهم تقريبا، لا لعبت معاهم سنه في الممتاز بيها طبعا، ما ده اللي بتكلم فيه، ان انت رحت المقصه كانت طلعت لسه معهم. فريق هيطلع لدوري الدرجه الاولى او دوري الممتاز. انتقلت ازاي وازاي لعبت مع فريق مصر للمقصه، وتقييمك على تجربه مصر للمقصه، وكمان انت كنت واحد من كباتن الفريق اللي فريق المقصه كان محتفظ بيهم من بعد صعوده لدوري الممتاز. والله بص انا يعني في قصه غريبه شويه، انا وانا ما مشيت من النادي الاهلي كنت المفروض ان العب دوري ممتاز يعني، وبالفعل قعدت كنت العب في الانتاج الحربي، كان اول سنه ليه، وكان المدرب كابتن طارق يحيى، اخذ مؤمن تقريبا، رحت انا ومؤمن ومصطفى صلاح لو تفتكر طبعا. فرحت انا ومؤمن زكريا، وبعدين مضينا وكده كده كنا احنا تحت السن يعني، كنا ثلاثة وكان لسه هيجي اثنين، لان السيزون ده كان خمس لعيبه تحت السن. وبعدين الامور ما مشيتش كويس شويه، حصل موقف كده مش مهم ان انا اذكره يعني، فما ارتحتش، فاخدت قرار ان انا ما بقاش موجود يعني، في وقت كان صعب جدا ان يعني، حتى كابتن طارق هيتكلم معايا، وناس كتير اتكلموا معايا قالوا لي مفيش وقت انك تلحق تلعب في نادي، طب استشير حد، انا كنت قفلت وخلاص، حاسس ان انا مش هيبقى ليا دور في المكان دوت.
وكنت خلاص يعني هلعب في المنصوره، كان المنصوره السنه دي في الدوري الممتاز. لكن كابتن محمد عبد الجليل كلمني، كان ماسك في مصر المقاصه، كان المدرب العام مع كابتن احمد عبد الحليم، وقال لي اسلام ايه رايك ما تيجي تلعب عندنا في مصر المقاصه وكده. ف يعني اتخضيت شويه انه انا هلعب ممتاز بيه وكده، ونازل من النادي الاهلي وكل زمايلي تقريبا بيلعبوا ممتاز. لكن استخرت ربنا وتوكلت على الله يعني، ولعبت في مصر المقاصة. رحت قابلتهم، قعدت معهم في الشركة، فلقيت طبعا استاذ محمد مجدي قابلته، اللي هو محمد عبد السلام وكابتن وليد هويدي، الناس يعني محترمين جدا. فحسيت ان انا هنجح في المكان ده كراحة نفسية يعني. فقررت ان انا العب معاهم سنتين. لعبنا سنة في الممتاز بي، كان الكابتن احمد عبد الحليم مدير الفني، لعبت تقريبا كل المباريات الحمد لله، ربنا كرمني وعملت سيزون هايل، وقدرنا نصعد للدوري الممتاز. كان معايا ايمن حفني وايمن كمال وحسين حمدي، وعملنا موسم كويس جدا وصعدنا. وكملت بقى مع مصر المقاصة فترة طويلة، قبل ما اروح تليفونات بني سويف، وبعد كده دجلة، وبعد كده المقاصة تاني يعني. من المقاصة لتليفونات بني سويف، و يعني لعبت الأندية القوية إسلام، ولعبت التجارب كتيرة سواء في الممتاز بي أو في الممتاز ألف. يعني حصل لك إصابة، أو حصل لك في دجلة إصابة رباط صليبي، وأنت عارف أن أكيلس. أكيلس؟ أكيلس. أكيلس كانت إصابة قوية جدا. حصلت في مصر الجلبرتو. ده كان أشهر اللعيبة الوقت الحالي برضه اللي حصلت له الإصابة، راح تعالج في البرتغال. لكن بعديه كمان أحمد فتحي. يعني هي بتيجي للعيبه المميزه. يعني حظكم وحش جدا. لكن دايما اسلام بيعجبني الاصرار، اللي لو لاعب اتصاب وحصل له اصابه قويه جدا ان هو يرجع وبيعود من جديد. ازاي اتعاملت في الموقف ده، وايه اللي جه في دماغك بعد ما حصل لك اصابه ممكن تبطلك كوره؟ كان هل ايه بقى الشريط اللي عدى قدام عينيك ساعتها، خلاص انا هبطل كوره، ولا انا عندي اصرار لازم ارجع اقوى من الاول؟ انا عارف انك بعديها رجعت لحرس الحدود وصعدت مع الفريق للدوري الممتاز، لكن انا اسلام عارف ان انت عندك عزيمه طول عمرك، بتحب تبقى دايما تبقى احسن واحد في المكان اللي انت موجود فيه. والله بص، يعني الاصابه دي جات لي وانا في وادي دجله. وادي دجله من الفترات اللي انا معتز بيها جدا في حياتي، ويمكن احسن فتراتي في الكوره، اكتر فريق لعبت فيه بحريه وعملنا نتائج كويسه جدا مع كابتن حماده صدقي ومستر ماجد سامي. الحقيقه عامل نادي اوروبي موجود في مصر، موفرين كل الامكانيات. كنت سعيد جدا، كنت حاسس ان انا مش بعيد عن النادي الاهلي، يمكن اختلاف لون التيشيرت بس والجماهيريه طبعا. في وادي دجله عملت مباريات كويسه جدا. والحقيقه بص، الاصابه بتبقى اكتر حاجه صعبه على لعيب كره القدم، يعني ايا كان ايه حجمها بالظبط. الاوحش بقى كمان والأسوأ ان الاصابه تجيلك في وقت انت مميز فيه، او انت في التوب فورم، او وصلت لاعلى حاجه انت وصلت لها، توقيت الاصابه كمان بيبقى وحش جدا. فانا في التوقيت دوت قبل الاصابه باربع ايام او اسبوع يعني، كان في كلام ان انا هرجع النادي الاهلي. اتصل بيا احد الوكلاء، اللي هو مش وكيلي، وكيل كبير جدا، اتصل بيا وقال لي يا اسلام النادي الاهلي عايزين حد في نص الملعب، وانت مش اللعيب بتاعي. فانا رشحت اللعيبه اللي عندي، وهم قالوا ان هم عايزينك، وانا مش الوكيل بتاعك، فطلبوا مني ان انا يعني اتكلم معاك. فانا تواصلت معاك، تحب ان احنا انت مش متخيل بقى. لما قال كده انا رميت التليفون على كنت قاعد في البيت، رميت التليفون كده، وبعدين فتحت السبيكر وقلت له قول تاني، كان في حد يعني، قلت له قول تاني اللي انت قلته. انا اللحظه دي كانت بالنسبه لي انتصار ونجاح وتعويض بقى من ربنا عن الـ عن الـ عن الفترات الصعبه اللي الواحد مر بيها طول حياته. وانت عارف انا من وانا عندي 10 سنين وانا في النادي الاهلي، لحد 20 سنه بعيد عن اهلي والواحد، وانت عارف التجربه كويس. وقابلت حاجات كتير صعبه جدا في حياتي، فحسيت ان في الوقت ده انا هرجع بقى النادي الاهلي، كان احسن حاجه، الحاجه اللي الواحد عايش علشانها يعني. طبعا. فقلت له طبعا 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 يعني شرفني طبعا. انا بس كنت ماضي مع حد كان يحيى علي وابراهيم، وكلمتهم وفرحوا جدا، قالوا لي مش مهم احنا مش مهم ماضي مع مين، مش مهم انا مش وكيلك والكلام ده، المهم انك ترجع النادي الاهلي، كلنا هنبقى فرحانين يعني. بس فاستاذنتهم، وطبعا قلت للكابتن تام يعني مش مهم الاسم، قلت له اوكي. وبعدين بعديها يعني في خلال اربع خمس ايام جات لي اصابه وتر اكيليس، ويعني في وقت كان ما كان عارف انت الصدمه اللي انا المفروض خلاص رايح النادي الاهلي في خلال الشهر ده يعني. بس عشان تحبوا الشهر لكم بالظبط، لكن الحمد لله هي دي كانت هو ده كان تفكيري يعني. كنت حابب ان انا ارجع في التوقيت ده، لكن ربنا ما اردش يعني، والحمد لله وعملت العمليه. وبعد كده رجعت تاني كملت مع وادي دجله، بعد كده رحت مصر المقاصه تاني، عملت موسم كويس، كنت كابتن الفريق، وبعدين موسم تاني مع حرس الحدود يعني. صعب بقى كتير، بقى لها اربع سنين ونص يمكن، وبعد كده حرس الحدود، وبعد كده في السعوديه. لكن الحمد لله يعني سعيد بالتجارب اللي انا مريت بيها يعني. ممكن نقيم احسن تجربه لاسلام عادل بعد النادي الاهلي هي كانت ايه؟
وادي دجله مفيش شك وادي دجله، لان احنا انا كنت بلعب بصفه مستمره المباريات كلها تقريبا مع كابتن حماده صدقي. كمان احنا كنا عاملين نتائج كويسه، عملنا يمكن اول مره في تاريخ وادي دجله، تاريخ وادي دجله من ساعد ما صعد دوري ممتاز لحد يمكن هو صعدوا في 2010 يعني مع مصر مقصه وسموحه، من ساعد ما صعدوا لحد دلوقتي احسن مراكز عملوها خامس في الدوري. كنت انا موجود في سنتين ان احنا اللي احنا عملناه فيهم خامس، وكنا مع كابتن حماده صدقي احنا كنا ثالث الدوري. كان يمكن الاهلي وزمالك واحنا او الاهلي وسموحه واحنا كنا احنا ثالث الدوري يعني معظم السيزون، وفي الاخر حصل عندنا شويه اصابات وخسرنا كام مباراه ورا بعض يعني، فبقينا خامس الدوري. فدي احسن تجربه بالنسبه لي، لان حتى وادي دجله من بعد ما انا مشيت لحد النهارده ما عملش المركز ده ثاني. فحتى مستر باتريس كارتلون كان موجود السنه اللي بعديها في وادي دجله اللي هو كان مدرب النادي الاهلي، وهو برضه عمل نفس المركز اللي عمله كابتن حماده يعني المركز الخامس. فكانت تجربه بالنسبه لي فروم اي تو زد، هي تجربه هايله وناجحه بكل المقاييس. تعاملت مع ناس بدايه من مستر ماجد سامي مرورا بكابتن علاء بجريشه ومستر علاء نور ومستر حازم خيرت وكل الناس اللي موجوده في النادي، تعامل جيد جدا وتعامل يعني محترم جدا وتعامل راقي جدا. وزي ما بقول لك يمكن لو ما كنتش احترفت كاني احترفت في دجله. انا كنت يعني هقول لك هل سبب نجاح اسلام عادل مع الانديه اللي لعب ليها سواء مقصة او دجله هو استقرار الاداري اللي موجود؟ انا دايما بدور على كده يعني، دايما بحاول اروح المكان اللي فيه استقرار اداري وفي ناس راقيه بتتعامل يعني مع لاعب كره القدم بما يليق بيه. فانا كنت دايما بدور، هو ده كان دايما طلبي او ده دايما اول حاجه بدور عليها في المكان اللي انا حابب اروحه. انا لقيت ده في مصر المقاصه الحقيقه. كابتن وليد هودي يعني راجل هايل في مصر المقاصه، تعامل محترم جدا، اللي هو محمد عبد السلام طبعا، استاذ محمد مجد في وادي دجله زي ما قلت الاسامي اللي انا لسه ذاكرها من شويه، ناس محترمه جدا. فالحقيقه ما تحسش ان انت بتعاني يعني، انت بتلعب في الملعب خلاص كل حاجه متوفره، ما بتفكرش في حاجه، ما عندكش مشاكل، فلوس بالزبط. مكافآت كل بالزبط. حاجه ما تلاقيش حد حتى بيتدخل في شغلك، ما تلاقيش حد بيبص لك بس وحش لو انت عملت مباراه وحشه ولا خسرت، لا ناس محترفه عارفين هم بيعملوا ايه، كل واحد ماشي على اللاين بتاعه وكل واحد بيأدي دوره. في الاخر المنظومه يعني بتنجح او بتكتمل، انت كلاعب ما عندكش سبب يخليك ما تعملش اكتر حاجه عندك. فعلشان كده احنا كنا بنعمل كل حاجه عندنا. في انديه ثانيه بقى الادارات اللي فيها بتتدخل شويه في كره القدم او وده ما بيبقاش شغلهم، فده بيأثر على اللعيبه. بتلاقي مثلا واحد في الجهاز ما عندوش اكسبيرينس التعامل مع لعيب كره القدم او ما لعبش كوره، مثلا كادر اداري بس، فبيبقى صعب التعامل فبيعمل لك مشاكل شويه. فلكن ده مش موجود في وادي دجله ولا موجود في المقصه. معظم الانديه اللي انا لعبت فيها الحمد لله ما كانش فيها المشاكل دي. من الادارات للمدربين، انت اتمرنت مع المدير الفني الاجنبي ومدير الفني المصري، عايز اعرف ايه الفرق بين المدرستين عموما بما ان انت لعيب كوره فاتمرنت وعارف جوه الملعب ايه الفرق ما بينهم، وعايز اعرف مين افضل مدير فني اجنبي اتمرنت معاه ومين افضل مدير فني مصري اتمرنت معاه؟ فرق بين الاثنين الاول. بص يعني هي الفكره، الفرق بين الاثنين انا يعني دايما كنت اقول ان الفرق بين المدرب الاجنبي والمدرب المصري هو فرق ال 200 سنه حضاره ما بين اوروبا وما بين مصر في المنتاليتي بتاعت الشخص اللي بتتعامل معاه. الناس في اوروبا مهتمين بكل التفاصيل. لما مدرب يجي يمرن فريق يعني مثلا مستر باتريس كارتيرون مثلا وانا في وادي دجله كان مهتم بتفاصيل التفاصيل، كان عنده 30 لعيب واحد واحد، يمكن يكون بيتكلم مع ال 30 لاعب واحد واحد وعارف ظروف كل واحد في ال 30 لاعب وعارف الحاله بتاعت كل واحد فيهم وبيساعد كل واحد، وتحس ان هو ليه دور مع كل واحد في اللعيبه. مش زي بعض المدربين المصريين اللي بيعتمد على 11 لعيب اساسيين وكمان سبعه اللي في اللي معاه في التشكيل يعني او بيلعبوا بصفه مستمره، وفي 12 13 لعيب مش ما بيشاركوش فتلاقيهم مثلا بعيد عن التمرين او على طول مشاكل او على طول، لا ما فيش تفرقه. مستر باتريس كارتيرون ما كانش بيفرق وكان مهتم بنفسيه كل لعيب وكان مهتم ان هو عمل ايه في اللعيب ان هو ازاي قدر ياثر في كل لاعب واحد من الفرقه وازاي يبقى عنده بدايل وازاي ان هو عمل بصمه في على اللعيبه. فهو ده الفرق بين المدرب الاجنبي وبين المدرب المصري، ان المدرب الاجنبي عايز يبقى اثر في كل اللعيبه من وجهه نظر يعني،
مستر مانو الجوزيه يعني انا هعتبر ان هو ده احسن واحد انا اتمرنت معاه، وانا كنت الحقيقه منبهر بشخصيته اكتر، شخصيته بالكاركتر بتاع الراجل اكتر من شخصيته التدريبيه، لان انا حاسس ان الكوره ناس كتير جدا بتفهم في الكوره، ومدربين الفروق الفرديه ما بين المدربين ما بتبقاش كبيره، ولكن الكاريزما بتاعه المدرب، فكره، اداره المباراه، والاهم من اداره المباراه ازاي ان هو يقدر يتعامل مع اللعيبه، خاصه لما تبقى بتدرب نادي بحجم النادي الاهلي، احسن نادي في افريقيا، وعندك رموز ولعيبه كبار جدا، ازاي ان انت تقدر تخلي اللعيبه دي تمشي في لاين واحد، واللعيبه دي كلها تبقى اندر كنترول وتقدر تبقى مسيطر عليهم كلهم، كان هو ده النجاح بالنسبه لي. لكن الفروق الفرديه والفروق الفنيه في كره القدم ما بين المدربين مش بعيده، صعب جدا انك تلاقي مدرب الفرق بينه او الجاب بينه وبين مدرب تاني اجنبي كبير قوي، ده ما بيحصلش يعني، خاصه في المدربين اللي احنا بنجيبهم اقصد في مصر، سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك. فانا ما انبهرتش كتير بفكره التدريبي وان هو ده في التدريب قد ما انبهرت بشخصيته، ده لا يقلل طبعا من كونه مدرب عظيم وعبقري ومن احسن المدربين او يمكن احسن المدربين في تاريخ النادي الاهلي على الاقل اللي انا عاصرتهم او شفتهم، لكن زي ما بقول لك كنت منبهر جدا بالنظام، لان النظام لو ما لعبتش كوره في نظام مش هتقدر تنجح، والنادي الاهلي هو سمته النظام، النادي الاهلي سيستم من مجلس الاداره كمان، الاجواء اللي النادي الاهلي بيوفرها للمدير الفني بتخليه ينجح، فانا كنت شايف ان النادي الاهلي ومستر مانو الجوزي تلاقوا مع بعض، يعني نفس السمات الشخصيه عند الراجل هي فيها جزء من سمات النادي الاهلي، عشان كده انا شايف ان مستر مانو الجوزي احسن حد انا اتمرنت معاه، وليا شرف ان انا اتمرنت معاه ولعبت تحت قيادته. طبعا فرق كبير جدا بينهم وبين المدربين المصريين، المدربين المصريين كويسين جدا وهايلين، لكن يمكن في الفتره الاخيره المدربين المصريين ابتدوا يدوروا على اللايسنس من اوروبا وحتى يمكن في مصر، وابتدوا يعملوا فترات معايشه في الانديه الكبيره علشان خاطر يقدروا ينقلوا اللايف ستايل بالنسبه للاعيب في اوروبا للاعيب هنا، خاصه على الاقل في النادي الاهلي، عشان لان النادي الاهلي طبعا سابق كتير قوي الانديه اللي هي موجوده هنا يعني. اسلام، يمكن اتكلمت على شخصيه المدير الفني وانت قلت، وده بياكد الكلام اللي دايما بنقوله ان الفوارق الفنيه ما بين المدربين وبعضها مش فوارق كبيره، لكن اللي بيميز مدير فني عن مدير فني اخر سواء مصري او سواء اجنبي هو الشخصيه القياديه داخل الملعب وخارج الملعب، وعلاقته ايضا مع لعيبته. عايز اعرف منك، انت واحد من اللعيبه اللي اتمرنت مع مستر باتريس كارترون في وادي دجله، لكن انت شفت ان هو كان موجود في النادي الاهلي لكن ما قدرش ان هو يحقق طموحات احلام جماهير النادي الاهلي. عايز اعرف منك ايه الفرق ما بين كارترون في ولايه الاولى مع دجله، وايه اللي اختلف عنها مع وجوده في النادي الاهلي؟ مستر باتريس كارترون لما جه وادي دجله كان احد انديه الوسط في الدوري، ووادي دجله ليه تارجت معين انه يبقى في الدوري بشكل كويس. تمام، فالميشن هنا سهله شويه. تمام، واحنا في وادي دجله، هو لما جالنا كان كابتن حماده صدقي موجود معانا السنه الثانيه، وبعدين النتائج كانت ماشيه، كان في سوء حظ بيلازم كابتن حماده مشي راح ام بي، وجالنا مستر باتريس كارترون. مستر باتريس اول ما جه ابتدى يعالج المشاكل اللي عندنا على الاقل الدفاعيه، لان احنا كنا بنخسر يعني، فابتدى يهتم بالموضوع ده جدا، فابتدينا ان احنا هو اسلوبه دفاعي شويه، فابتدينا نلعب المباريات كلها بنظام دفاع المنطقه يعني، وكان معانا في الوقت ده مالودا نجم منتخب فرنسا طبعا، وجالنا في يناير، ومالودا كان بيعمل كور ثابته كويس، فكنا نقدر نكسب مثلا المباريات مثلا من بنالتي من كوره ثابته، لكن كان الاهم ان احنا نحافظ على شباكنا، وكان ده اللي كان بيعمله معنا مستر باتريس كارترون، ان احنا اهم حاجه ما يدخلش فينا اهداف ونطلع متعادلين او نطلع كسبانين. تمام، فده ده كان السيستم بتاعه معانا. انا واحد من الناس شويه في بعض الاوقات كنت حاسس ان احنا ما ينفعش نلعب نفس الفرق بنفس الطريقه، لازم تكون متغير. بالظبط، احنا كنا بنلعب كل مباراه تقريبا بنفس الطريقه، لان هو ده سيستم المدرب، زي مثلا هكتور كوبر مثلا مع منتخب مصر كان بيلعب كل الفرق بنفس الطريقه، فمستر باتريس كارترون كان بيلعبنا، حتى احنا لعبنا مباراه ضد النادي الاهلي واول مره في تاريخ وادي دجله نكسب النادي الاهلي، كسبناه 1-0 بالطريقه دي، كنا 90 دقيقه بنلعب يعني في ال 18 وهجمه مرتده واحده، ده حقيقي هجمه مرتده واحده كسبنا النادي الاهلي، واول مره في تاريخ نادي وادي دجله يكسب النادي الاهلي. الطريقه دي انا شخصيا كان
في بعض التوقيت حاسس انه احنا امكانياتنا اكبر من ان احنا ندافع عمر. يعني حاسس انه ان انا حتى لو قدام الاهلي يا اسلام، يعني انا بتكلم انت لا قدام الاهلي هتختلف، مش قصدي انا بتكلم لو انت مدير فني وانت بتلعب فرق كبيره ما قدامكش يعني وسيله غير انك تدافع قدام النادي الاهلي، تختلف حسب حاله النادي الاهلي، لان في كل الاحوال النادي الاهلي هو اللي بيفرض اسلوب اللعب في المباراه، هو اللي بيجبرك انك تدافع او تهاجم. النادي الاهلي لما بيبقى متصدر الدوري وماشي بشكل كويس، كل الفرق من اول نادي الزمالك من كل الفرق بتدافع قدام النادي الاهلي، ويا رب نطلع باقل خساره. النادي الاهلي لما يبقى يعني نتائج فيها مهتزه شويه الفرق مثلا، خاصه لو عندها لعيبه كويسه، بتحاول تطمع ان هي تطلع بتعادل او مثلا يكسبوا مباراه، وبتحصل يعني، يمكن حصلت في الفترات الاخيره. لكن انا زي ما بقول لك انا ما بحبش يعني ساعات لما تيجي تروح تقول للعيب انت امكانياتك انك تدافع، يعني مستر باتريس كرتون كان بيقول لنا في النادي في وادي دجله امكانياتنا كده، احنا فرقه دفاعيه، فخلاص احنا بقينا عارفين احنا فرقه دفاعيه، دي امكانياتنا. فطبعا انا حاسس ان احنا كان امكانياتنا اكبر من كده، لكن هو نجح معانا بالطريقه دي. لما جه النادي الاهلي هو كان معتمد دايما ان احنا النادي هيلعب كور طويله زي ما كنا بنعمل في دجله، هي دي طريقته في كل الانديه يعني، حتى كان مع مازيمبي بيعمل كده. فالنادي الاهلي طول عمره متعود ان هو يلعب كره على الارض، يلعب كره على الارض ويلعب زي ما اوروبا بتلعب، بيبني الهجمه، الكره بتبتدي من حارس المرمى لحد ما توصل للجون، ايام ابو تريكه وايام بركات وايام متعب وايام فلافيو، مرورا بالاجيال اللي بعد كده واللي قبل كده كمان. النادي الاهلي كان بيلعب كره حديثه جدا، وكان النادي الاهلي بيوصل بالكره من جون لجون، وده كان العادي بتاع النادي الاهلي. الطريقه دي بقت جديده شويه على النادي الاهلي، يمكن هو حس ان هي دي طريقته، او حس ان اللعيبه مش هتقدر يبقى عندها امكانيات ان هي تبني كوره مثلا زي مانشستر سيتي مثلا مع جوارديولا، فابتدى يلعب اللعب الطويل، خاصه لما سليف كوليبالي بقى موجود. فيمكن دي شويه من شخصيه النادي الاهلي. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا مع مستر باتريس، انه انا حسيت انه من بعد حسام غالي ما بقاش موجود النادي الاهلي اتاثر قوي، لان شخصيه حسام غالي فارقه جدا، لازم تبقى موجوده في الملعب. شريف اكرامي، عماد متعب، انا قلقت جدا لما حسام غالي وعماد متعب ما بقوش موجودين، وشريف اكرامي ابتعد عن المشاركه، وحسام عاشور شويه اصابات، فحسيت شويه ان النادي الاهلي في الملعب بقى زيه زي الفرق الثانيه، ما بقاش فيه لعيبه اللي هي بعد كده بيتقال عليها رموز في الكوره يعني. فعلشان كده اعتقد ان مستر باتريس كارتيرون ما نجحش مع النادي الاهلي، لانه ما عرفش ازاي النادي الاهلي كان ماشي قبل كده ومفروض يمشي ازاي يعني. اسلام يعني استمتعت بحوارك جدا، واتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه. انا عارف ان انت خلاص انهيت تعاقدك مع نادي الجندل السعودي، وانت حاليا في انتظار تعاقد ان شاء الله مع احد انديه الدوري الممتاز المصري. ان شاء الله كل التوفيق ليك ان شاء الله، ونتقابل في حلقات جايه كتير. ربنا يخليك عمر، انا سعيد جدا ان انا كنت معاك. بشكر عمر البنوبي جدا مرارا وتكرارا، واشكرك جدا ومتشكر بجد على اليوم الحلو ده، وشكرا. طيب يعني ده كان الفقره الحوارات الثانيه مع نجم النادي الاهلي السابق الكابتن اسلام عادل. هنروح لفاصل وبعديها بقى معاكم كابتن مصر ونادي الاهلي او منتخب مصر كابتن خالد العوضي، علشان هنعرف منه بقى اخبار منتخب مصر ايه في كاس العالم لكره اليد، وهيعرفنا موقف منتخب مصر، هل في امل للصعود ولا خلاص الامل انتهى؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله مع الكابتن خالد العوضي، ولكن بعد الفاصل. مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. بعد ما استمتعنا بالحوار الجميل الرائع الممتع مع المذيع الكابتن عمر ياسين، وحواراته مع كابتن اسلام عادل، وحواراته مع كابتن تامر بجاتو عن كره القدم، يلا بينا سريعا نروح للالعاب الاخرى. وهنبدا باخبارنا النهارده، واخبارنا النهارده بتقول ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب كلف كابتن جوهر نبيل برئاسه البطوله الافريقيه لكره السله. لكرة السلة اللي هتقام إن شاء الله الشهر القادم من أيام 8 و9 و10، الفرق توصل 6، يوم 7 يعملوا الاجتماع الفني، 8 9 10 يكون معانا المباريات. الأهلي معاه الفريق الأنجولي والموزمبيقي وبطل رواندا. ده بالنسبة لأول خبر النهاردة. تاني خبر معانا تكليف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بالدكتور مهند مجدي والدكتور محمد سراج بالبطولة الأفريقية لكرة الطائرة سيدات ورجال.
البطولة الأولى أسناده مهمة. البطولة الأولى هتكون هتنظم من يوم 14 ل 26 ودي بطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات، والأخرى من 30 ل 30 مارس ل 11 إبريل. والأهلي إن شاء الله هيوقع عقود رسميا يوم 24 يناير في النادي الأهلي. دايما الأهلي معودنا ببطولاته وإزاي بيقدر يعمل بطولات ناجحة جدا جدا جدا. كل أمنياتنا الطيبة إن شاء الله بإذن الله للتنظيم في النادي الأهلي بالنجاح والتوفيق وفوز الفرق المشاركة إن شاء الله بإذن الله في البطولات المختلفة، وهو ده اللي عهدناه على كل فرقنا في النادي الأهلي. هنروح لخبر عن منتخب اليد والبجر، هي المحطة الأساسية لصعود منتخب اليد إلى الدور الثاني في مباراة مهمة بكرة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة بين مصر والمجر في كرة اليد في كأس العالم اللي بيقام في ألمانيا والدنمارك. المباراة مهمة جدا جدا للمنتخب المصري، اللاعبين هناك عملوا قاعدة جلسة مع بعضهم وتعهدوا أن هم إن شاء الله يعدوا بالمباراة لإرضاء وإسعاد الشعب المصري. محطة مهمة جدا لمنتخب اليد بعد الخسارة من قطر والخسارة من السويد، لكن امبارح الحمد لله منتخب يد قدر يعدي مباراة الأرجنتين ويفوز عليه ب 22-20. منتخب اليد بيضم 7 لاعبين في صفوفه من النادي الأهلي، عصام الطيار حارس المرمى اللي أتألق تماما في مباراة الأرجنتين امبارح وقدر يصنع الفارق، بنشكره شكرا جزيلا لأنه هو فعلا يستاهل كل ده، وهو بصراحة من وجهة نظري كان رجل اللقاء الأول. إسلام حسن، إبراهيم المصري، أحمد خيري، وعمر الوكيل، عبد الرحمن فيصل، وعمر حجاج. مايكروفيتش مدير فني النادي الأهلي لكرة اليد بدأ يرفع الأحمال التدريبية، خلاص الدوري كمان 3 أسابيع، الفرقة المنتخب المصري قدامه تقريبا أسبوع 10 أيام يرجعوا من بطولة العالم، لكن النادي الأهلي عنده البطولة الأهم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي في الدوري العام، بداية الدوري المحترفين مرة تانية، هيرجعوا على طول يوم 7/2، لسه النادي الأهلي عنده بطولات كتيرة جدا، دوري المحترفين، كأس مصر، السوبر الأفريقي مع نادي الزمالك، وبطولة أفريقيا إن شاء الله في شهر 4 أو 5. الأهلي بيضم هنا 8 لاعبين بزيادة 7 لاعبين في منتخب مصر ويوسف معرف في نادي في منتخب تونس. الاتحاد العربي لكرة الطائرة يحدد مواعيد البطولة العربية في أيام، الاتحاد العربي قدر يحدد ماتشات النادي الأهلي خلاص 28 و29 يناير القادم. البطولة هتقام في استاد القاهرة، بطولة عربية لكرة السلة لكرة الطائرة سيدات. النادي الأهلي إن شاء الله هو حامل اللقب، يقدر يفوز باللقب. المباريات بتكون صعبة جدا جدا، وفي أبرز منافسي نادي الصفاقسي التونسي اللي قدر النادي الأهلي يقدر يكسبه في آخر بطولة بإذن الله. الأهلي يهزم القناة لدوري كرة الطائرة رجال. الحمد لله فريق النادي الاهلي امبارح قدر يفوز 3-0 على نادي قناه السويس، كانت مباراه قويه جدا بين النادي الاهلي ونادي قناه السويس، لكن النادي الاهلي قدر يعدي المباراه على طول 25-13 و25-16 و25-22. خلينا ناخد تقرير مع كابتن ميدو مصلحي المدير الفني للفريق وكابتن دولا، وتخرجوا لنا للتقرير لكره الطايره والكلام عن مباراه امس، وترجعوا لنا مره ثانيه لنستقبل ضيوفنا الكبار في كرة المية. معنا كابتن محمد فاضل، كابتن مدحت فرج، وكابتن سيف ممدوح. هو الماتش في مجمله كان مقبول جدا الحمد لله، اول شوط وثاني شوط، حتى الثالث اللي احنا كنا انت بتقول فيه ان احنا ما كنا مش موفقين يعني في الاول، لما يكون الفرقه الليدنج علينا خمس نقط ونجيبهم ونكسبهم دي تعتبر طبعا حاجه كويسه للفرقه. الحمد لله ماشيين في طريق كويس يعني، وان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله. والله على حسب برضو يعني، انت لو عندك ارسال زي بالظبط ما عبد الله عمل كده في اخر فرق كتير، وبلوك ارسال وبلوك بيفرقوا كتير جدا حتى لو الفرقه اللي قدامك فرقه يعني. فهو ده اللي حصل، ان الفرقه اللي قدامك كانت فرقه 5 نقط علينا، عبد الله مسك السيرف جاب بنتين ايس ويعني الحمد لله. لكن فرق كبيره بيبقى صعب شويه، لو لعبت فرقه كبيره وعندها نفس الامكانيات بتبقى في صعوبه شويه. لعبنا طنطا، لعبنا النهارده القناه، يوم الجمعه الشمس، هنلعبهم تاني دور تاني، الاول والتاني من كل مجموعه، الاربع مجموعات هيبقوا 8 فرق هيلعبوا دوري رايح جاي، تقريبا هيبقوا دورات مجمعه يعني. فرقه محترمه جدا وفرقه من المرشحين اللي هي تصعد للدوره المجمعه، بس الحمد لله يمكن احنا مركزين بشكل كويس ان احنا نخلص كل ماتشاتنا بشكل كويس 3-0،
انما هي فرقه محترمه زائد ان الفولي عموما والكره الطايره تختلف تماما، ممكن اي فرقه تقفل معاك سكور والكلام ده كله، بس الحمد لله الفرقه مركزه بشكل كويس. لا يمكن حصل هزه بسيطه كده في اول الشوط في الاستقبال، بس الحمد لله الفرقه الناس موجوده كبيره وخبره قدرت تقلل الفرق ده بسهوله، والحمد لله حسمنا الشوط بدري. عندنا ماتش الشمس ده برده اخر ماتش في الدور الاولاني، بعد كده عندنا نعيد الماتشات. لا بس ان شاء الله احنا الدور ده واخدين بشكل جدي جدا عشان نقدر نخش على واقعه الدوات المجمعه واحنا جاهزين ان شاء الله. الحمد لله الف مبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني، اللعيبه النهارده كانت رجاله، احنا مستعدين بشكل كويس من اول الموسم، مركزين بدنيا مهاريا، شغالين صبح وليل تمرين، فالنهارده اساسا احنا اصلا محملين عشان نستعدنا لدور الثمانيه، فالحمد لله الحمل بيبدا نفكه واحده واحده لحد نوصل للفورمه بتاعتنا، وان شاء الله وان شاء الله الاهلي معروف بانتصاراته كلها، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ونكسب الدوري ان شاء الله وافريقيا ان شاء الله والكاس ان شاء الله تربط طول عشان مفيش حاجه صعبه عند الاهلي. الحمد لله احنا ال 12 لعيب منتخب مصر عندنا، احمد صلاح جالنا السنه دي، عبد الله السلام السنه اللي قبليها، انا ومحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم انضمنا من نادي الزمالك وانا انضميت من نادي سموحه، والحمد لله النادي الاهلي عامل فريق محترم وفريق جامد، فريق كله عناصر منتخب مصر، فما فيش حاجه صعبه قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي معروف كله انتصارات وكله بطولات، وان شاء الله هنحقق كل بطولات ان شاء الله السنه دي ان شاء الله ونكرمنا ان شاء الله. بعد التقرير عن مباراة الأهلي وقناة السويس في كرة الطائرة، وسمعنا كابتن ميدو بيقول ايه بالظبط والجيمات وفرق الجيمات وكان امتى كابتن عبد الله عبد السلام قدر يحرز السيرفات ويشتغل كويس جدا، خلينا نخرج للعبة أخرى مهمة عندنا ونتكلم معاهم ونقرب دوم جدا علشان نعرف كل تفاصيل اللعبة دي. عندنا معانا النهاردة في الهوا معانا كابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز ألعاب الماء. مساء الخير يا كابتن محمد. تخيل منورنا. منورة بيك. ربنا يكرمك. ومعانا كابتن مدحت فرج مساعد مدير جهاز كرة المية. مظبوط صح كده كابتن مدحت؟ مظبوط يا فندم. وكابتن مدحت اول مره يطلع على الهواء قال لي خف عليا شويه في الهواء، بس ان شاء الله هنظبط انا وهو مع بعض مفيش مشكله خالص. ومعانا كابتن سيف ممدوح مدرب فريق الدرجه الاولى لكره الميه في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء الخير يا كابتن خالد. ازي حضرتك؟ خلينا نخرج لتقرير عن الووتر بولو وترجعوا لنا مره ثانيه عشان نبدا الحديث مع ضيوفنا الكرام. الفريق الأول لرجال كرة الماء بالنادي الأهلي بدأ في رحلة الصعود لمنصات التتويج سيجني ثمارها قريبا جدا، خاصة بعدما استفاد الفريق من المعسكر الذي أقيم بحمامات السباحة بمقر النادي بالجزيرة مع فريق بارتيزان الصربي. الأهلي استضاف الفريق الصربي بطل أوروبا سابق في عدد من المرات على ملاعبه وخاض معه عدة تمارين ومباريات ودية قوية المستوى، هو ما أكده المدير الفني لفريقنا الذي أشاد بالمعسكر موجها الشكر لمجلس الإدارة ولإدارة النشاط الرياضي على توفير هذه التجربة القوية والمفيدة للفريق. الأهلي سرعان ما ظهرت عليه نتائج هذا المعسكر وهو ما وضح جليا في مباراة الزمالك التي انتهت بنتيجة يعشقها كل محبي ومشجع القلعة الحمراء وهي 6-1. الفريق ينتظره العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، يأمل متابع ومحب الأهلي في حصد كل الألقاب في البطولات القادمة. بعد ما شفنا التقرير الجميل وهزيمه نادي الاهلي لنادي الزمالك 6-1، وطبعا 6-1 دي نتيجه الجمهور الاهلي بيعشقها وبيحبها وفاكرها دايما طول الوقت وطول الايام، هزيمه 6-1 الاهلي والزمالك، وحوار مع الووتر بولو وجهاز الووتر بولو كابتن محمد فاضل. هنبدا حديثنا النهارده عن المعسكر المهم مع نادي بارتيزان احد اقوى انديه اوروبا او بطل اوروبا. طبعا نادي بارتيزان يعني نادي من اقوى الانديه اللي موجوده في اوروبا في كره المايه،
وصربيا عامة كدولة هي يعني متربعة بقى لها فترة طويلة على عرش كرة المية العالمية. المعسكر ده كان له أهداف كتير وأهداف مشتركة ما بيننا وبين الفريق بارتيزان، لأنه كان عنده نفس المشكلة عنده في التوقيت دوت، دي فترة الأجازات عندهم، وهو عنده الاستعداد لبطولة أوروبا اللي هو بيلعب في أوروبا وبيلعب في بطولة البحر الأدريتيكي، دي بطولة بتبقى فيها صربيا وكرواتيا والجبل الأسود مونتينيجرو وسلوفينيا، بيبقى بيلعبوا فيها مع بعض. هو كان عنده ماتشات النهائية في البطولة دهيت، فكان عايز برضو يعمل استعداد وإعداد كويس ليه، وطلقينا احنا الاثنين ان احنا نعمل المعسكر ده مع بعض. المعسكر ده ليه مكاسب كتير جدا لينا كنادي الأهلي. أول حاجة الإعداد لنهائيات كأس مصر اللي هي هتبدأ إن شاء الله السيمي فاينل، هنلعب مع نادي هليوبلس يوم الجمعة. السيمي فاينل عبارة عن ثلاث ماتشات بيست أوف 3، بيست من ثلاث ماتشات، اللي يكسب ماتشين هنلعب جمعة وحد وثلاث مع نادي هليوبلس الأسبوع اللي جاي على طول. الأسبوع اللي جاي على طول حد تلات. جمعة حد ثلاث تمام إن شاء الله، يوم الجمعة في نادي هليوبلس، يوم الأحد في النادي الأهلي، ويوم الثلاث في أرض محايدة. أرض محايدة دي مين بيختارها؟ الاتحاد الاتحاد المصري متحددة ولا بتحدد؟ متحددة متحددة، هو نادي الصيد تمام. ان شاء الله يعني يكون التوفيق لينا ان شاء الله في الماتشات دهيت. بعد الاعداد الجيد اللي احنا عملناه، احنا مشكورا اداره النشاط الرياضي ومجلس اداره نادي الاهلي وافقوا على المعسكر بتاع نادي بارتيزان، ووافقوا على دخول معسكر مغلق اعتبارا من يوم الخميس القادم استعدادا للماتشات بتاعه السيمي فاينل. السيمي فاينل باذن الله تمام، معسكر مغلق من يوم الخميس لحد انتهاء ماتشات السيمي فاينل يوم الثلاثاء. ده اعداد جيد طبعا. احنا ان شاء الله باذن الله يعني متوقعين ان احنا مش هنلجا لماتش يوم الثلاثاء ان شاء الله، نخلص اول ماتشين باذن الله. تاني حاجة احنا من ضمن المكاسب ان احنا من ضمن الاتفاق يتعامل مع نادي بارتيزان ان احنا هيبقى فيه عندنا اربع مدربين هيسافروا صربيا يعملوا دورة تدريبية وفترة معايشة لمدة اسبوعين لثلاث اسابيع مع فريق بارتيزان، يتفرجوا يتعايشوا معهم التمرينات ويعايشوا معهم الماتشات ويشوفوا ازاي بيعدوا الناشئين عندهم بالذات قطاع الناشئين، لان مدرسه قطاع الناشئين في بارتيزان دي تعتبر اقوى مدرسه في العالم في اعداد الناشئين، وتقريبا خريجي مدرسه بارتيزان هم منتشرين في كل دول العالم، وحاليا حتى الدول اللي هي بتحاول تتقدم في كره المايه بتبعت اللعيبه بتاعتها يلعبوا في نادي بارتيزان ويعملوا فتره معايشه في نادي بارتيزان. حاليا هم معاهم سنتر فيرود بتاع منتخب هولندا، هو حاليا بيلعب مع نادي بارتيزان. هو اكيد نادي بارتيزان مش من الانديه اللي فيها الماديات عاليه بتدي فلوس كتير، انما بيدوا له فنيات وهم رايحين علشان الفنيات دهيت. طيب احنا حددنا اسماء الاربع مدربين ولا لسه؟ لا لسه، احنا المدربين هيتم تحديدهم خلال الفتره اللي جايه بناء على ان احنا لما يجي لنا بقيه الجدول بتاع الماتشات من الاتحاد نقدر نحدد الماتشات بتاعتنا مواعيدها ايه، وبناء على الماتشات دهيت ومين عنده ماتشات ومين ما عندوش وادي فرقه اللي بتلعب وادي فرقه ما بتلعبش نبدا نحدد الميعاد المناسب لينا وبناء عليه نحدد اسامي المدربين. كابتن سيف، التبادل اللي هيحصل ده مع نادي بارتيزان فيها اربع مدربين، اعتقد حضرتك مدرب ودي حاجه كويسه للتدريب في النادي الاهلي او مدربين النادي الاهلي. طبعا هو النهج ده عامه الاحتكاك بالمدارس القويه، احنا بقالنا في الموضوع ده ممكن الموسم الثالث. احنا قبل كده كنا سافرنا المجر معسكر، وبعد كده سافرنا صربيا معسكر مع برضه فريق بارتيزان، والنهارده يعني فكرنا فكره مختلفه ان احنا نستخدم الفرقه نعمل معها معسكر هنا. يعني ده كان هيبقى شيء رائع لكل اللاعبين والمدربين وحتى حكام النهارده كانوا بيحكموا التقسيمات كل يعني كل عناصر اللعبه، يعني خبرات لكل عناصر اللعبه الاساسي لعيبه ومدربين النادي الاهلي، وبعد طبعا كده دخلنا على الحكام بالظبط الموضوع. ناس كثيره دايما بتسالني وتقول لي اعداد كره الميه او الووتر بولو اعداد صعب جدا وحياه ومعايشه غريبه شويه، يعني عارف انت هي من اقوى الالعاب الموجوده في الالعاب الجماعيه. طبعا اعدادها بيكون ازاي؟ هو ده اصلا سبب شويه في ان هي يعني شعبيتها اقل من بقيه الالعاب، ان هي مش سهل تلعبها وانت مش جاهز. يعني ممكن لو كره القدم اي حد هيحط طوبتين في الشارع ويلعب يعني، لكن الووتر بولو فعلا من الالعاب اللي لازم تكون على مستوى بدني
جيد علشان تقدر تلعبها. طبعا المهارات اللي هي شبه على فكره هاندبول شويه اكيد، بس المايه حتى نفس عدد اللعيبه. اه بالظبط صح بتحط تمام صح كده يعني صح. بس الاعداد بيكون زي اي رياضه، اربع مسارات: بدني، تكتيكي، فني، ذهني. حيل. دول اي مسار في اي فرقه عندها اعداد بتركز على الاربع مسارات دول. كل فرقه بقى يعني مثلا احنا جبنا بارتيزان النهارده علشان هم كمستوى اعلى مننا شويه، فالاحتكاك معاهم كل يوم تقسيمه وكل يوم ماتش، فده هيرفع مستوى الاربع مسارات دول عندنا، اذا كان فني، بدني، تكتيكي، حتى ذهني يعني. هايل. كابتن مدحت، كنت تقول النادي الاهلي يعني، خليك انت مساعد مدير جهاز لوتر بولو في النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم على حراس مرمى النادي الاهلي. بنك حارس مرمى كبير وحراس المرمى، اخبار حراس مرمى عندنا ايه؟ والله عندنا حراس مرمى يعني على قدر عالي يعني. على قدر عالي من لا كفاءة عالية طبعا كابتن مصطفى، وعندنا في المراحل الناشئين ناس مجتهدين جدا، ويمكن هو الجون في الووتر بولو هو آخر خط دفاعي للفريق، فيعتبر أكتر من نص الفرقة، وبيسهل على اللعيبة كمان في الهجوم يعني. الجون لما يبقى قوي في الووتر بولو الديفنس ما بيطلعش كل اللي عنده وما بيحرقش طاقة عالية كتير وبيحوشها كلها للأتاك، بخلاف لو الجون ضعيف بيطلعوا كل مجهودهم في الديفنس والبلوكات والاحتكاك باللعيبة، فما بيبقاش عندهم قوة يهجموا بالكفاءة المطلوبة يعني. كابتن مدحت، فينا واحد دارية كتيرة في مختلفة شوية اللي أنا عارفه في كرة المية أو الوتر بولو في النادي الأهلي، نواحي إدارية، أخبار النواحي الإدارية إيه في النادي الأهلي؟ بتتعب مع اللعيبة ولا اللعيبة الدنيا سهلة معاها؟ مفيش مشاكل عندك في النواحي الإدارية؟ اللعيبة ليها مستحقات دايماً، سواء عقود ودفعات من العقود ومرتباتهم الشهرية من بدلات ومن مستحقات. عندي طاقم إداري كفء يعني مور ذان بروفيشنال بقيادة كابتن عمرو ممدوح، وهو جون برضو كان جون النادي الأهلي، ومعاه كابتن سامح العشري وكابتن خالد وكابتن ريشة وكابتن احمد هشام. ده طاقم اداري بيخلص اي حاجه في النشاط الرياضي بخصوص كل مستحقات اللعيبه وكل الاجراءات، حتى المعسكر اللي احنا ان شاء الله بصدد الاتفاق عليه قبل البطوله العربيه. المفروض ان احنا هنبتدي بقى نشوف هنحجز في اوتيلات ايه وتاشيراتنا ازاي وكل الاجراءات الاداريه البيبر وورك اللي بيستلزمها سير لعبه الووتر بولو كلها بتبقى على عاتقي انا والفريق اللي معايا. تمام. تدريبات صعبه جدا كابتن سيف، يعني خلينا نقول انا عارف ان الاجواء بتكون الميه سخنه وكل حاجه متواجده في النادي الاهلي، لكن الاجواء صعبه، بيتمرنوا متاخر، ازاي اللعيبه دي بتقول لهم تعالوا؟ يعني احنا جوه صاله الهاندبول بنخش صاله مقفوله، انت بقى في الهواء الطلق يعني عارف انت بيخترعوا ازاي؟ يعني ازاي اللعيبه دي عندها الحماس والروح ان هم يجوا كده؟ يعني اللعيبه دي عندها شغف باللعبه، ده اول حاجه، لان احنا ما بنعتبرش لعيبه يعني محترفه بالشكل الكامل، احنا عندنا الطلبه كلهم في الجامعات وعندنا ناس بتشتغل، فاحنا سيمي بروفيشنال. التعود بقى من ان احنا من واحنا صغيرين خالص عندنا التمرينتين بتوع الصبح وبعد الظهر دول، بيحصل ان الواحد جسمه حتى بيتعود عليهم، فبعد شويه هي بتبان لاي حد بره ان هو مجهود شاق ويعني جبار، لكن تراكمات السنين ومن الممارسه بتخلي الموضوع ده بيبقى طبيعي بالنسبه لاي لعيب يعني. بس قول لي يا كابتن فاضل، دلوقتي اللاعبين عايزين بس نطمن حاجه على قطاع الناشئين، اخباره ايه في النادي الاهلي؟ لا احنا عندنا قطاع الناشئين الفتره اللي فاتت فيه تطور جامد جدا وملموس، علشان احنا الفتره اللي فاتت كنا جبنا خبير صربي كان مدير قطاع الناشئين ومسؤول عن الاكاديميه، اكاديميه كره المايه. الاكاديميه فيها تطور، بدانا نكون الفرق في سن مبكر ويتم الاعداد ليها بطريقه علميه اكتر. بدانا نعمل لهم معسكرات، معظمها معسكرات داخليه بتبقى في الغردقه او في المدن او في اسكندريه.
احنا عندنا الحمد لله حاليا قطاع الناشئين الفرق اللي لعبت لحد دلوقتي عندنا فريق 2002 جايب ورقه كامل. طبعا انا عندي فريق 2002 هو وهليوبلس على متصدرين البطوله. طبعا هو ونادي الجزيره المنافسين اللي هم الاساسيين بتوعنا. احنا عندنا هنلعب سيمي فاينل مع نادي الجزيره في فريق مع في 2002 والكسبان السيمي فاينل برضو بيست من ثلاثه والكسبان بيلعب الفاينل من خمس ماتشات اللي يكسب ثلاث ماتشات. نفس الكلام في 2004 احنا برضو بنلعب سيمي فاينل. 2001 هي انتهت المرحله دي انتهت احنا طلعنا ثاني وده يعتبر كويس ان فريق 2001 كان يعني من الفرق اللي كانت في بدايه استلامنا للجهاز كانت تعتبر فرقه يعني تكوينها كان ضعيف شويه لانها كانت اتكونت في فتره بطريقه يعني متاخره شويه فما خدتش الجرعات الكافيه من التدريب. عجبني صراحه ان هي دخلت متاخره شويه. فعلا كانت اتكونت في توقيت متاخر فما كانوش اخدوا جرعات كافيه من التدريب. حاليا طبعا يعني احنا وصلنا ان احنا بنلعب مع فاينل السنه دي وان شاء الله يعني السنه الجايه نكسب. بيت الفرق الناشئين كلها يعني احنا بنلعب سيمي فاينل وان شاء الله هنلعب على مشارف هنلعب فاينل النهائيات على مشارف النهائيات في كل المراحل. تمام. وده يعني يعتبر تطور كويس جدا في كره المايه لان كره المايه كانت في فتره من الفترات كانت بدات تبقى ضعيفه شويه جوه النادي. تمام. بس الحمد لله خلينا نقول خبر مهم حالا ان الاستاذ خالد دوندري رئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر كلم كابتن محمود الخطيب وقال له ان في استقبال حافل حصل من شركه المويل العرب وده دايما شركه المويل العرب في كل الاماكن في افريقيا بتكون مع النادي الاهلي قريبه جدا جدا. كابتن الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كلم المهندس صلاح محسن رئيس مجلس اداره شركه المويل العرب اعرب عن شكره وامتنانه بالمقابله والحفاوه البالغه اللي حصلت لبعث النادي الاهلي من شركه المعين العرب اللي بتقدم كل التسهيلات لبعث الاهلي في الجزائر. ده كان خبر مهم كنا لازم نقوله من لسه حالا وصل لنا. كابتن سيف مين ابرز المنافسين لينا في المسابقات المحليه؟ احنا السنه دي ان شاء الله عندنا ثلاث التزامات الدوري وكاس مصر والبطوله العربيه ان شاء الله. بالنسبه للدوري احنا خلصنا الدور الاول واحنا في المركز الاول حاليا قدام نادي هليوبلس ونادي الجزيره. في الكاس ان شاء الله عندنا زي ما كابتن فاضل قال عندنا السيمي فاينل هيبدا يوم الجمعه والحد والثلاث وهتبقى مواجهات صعبه جدا مع نادي هليوبلس لان نادي هليوبلس هو حامل لقب البطوله دي. هتبقى يعني مواجهات مصريه سيمي فاينل لازم يعني لازم خروج المغلوب. دايما المنافسين في كل سنه بيبقى هليوبلس والجزيره. طبعا الاهلي وهليوبلس والجزيره هم اكبر ثلاث انديه حاليا في مصر في اللعبه واهو احنا دلوقتي حاليا في الدوري ماشيين كويس في المركز الاول في الكاس ما هو سيمي فاينل يوم الجمعه ان شاء الله يبدا والبطوله العربيه بقى ان شاء الله من 1 مارس لحد 6 مارس ان شاء الله. 6 مارس ان شاء الله. كابتن مدحت في ملاحظه لاحظتها في السنه دي في مسابقات الاتحاد عدم وجود محترفين متواجدين داخل الفرق. كان دايما الفرق بتبقى فيه محترفين لكن الاقي هليوبلس معاه الجزيره معاه النهارده بقينا ايكوال مفيش حد محترف. هو الحقيقه هو مجلس اداره الاتحاد والجمعيه العموميه اللي تمت خدوا قرار بان هنمنع قدوم المحترفين ومعظم الانديه وافقت عليها لسببين. سبب اشق مادي لان معظم الانديه ما عندهاش استعداد انها تدفع فلوس لمحترفين عشان يجوا يلعبوا بطوله ويمشوا او سيزون ويمشوا. في بعض الانديه احنا منهم كنادي اهلي الشق الفني بقى احنا عايزين نعتمد على رجالتنا وعايزين نعتمد على قطاع الناشئين بتاعنا ان هو يصعد لنا للدرجه الاولى ناس على نفس مستوى الناشئين ويبقى احنا وفرنا على النادي مبالغ كويسه وده اتفاق جمعيه عموميه وهيتم تنفيذه خلاص. تمام. كابتن سيف وجود المحترفين بتنقل الخبرات طبعا. الاتحاد رفض ده دي بتاعه الاتحاد ما عندوش مشكله. طب تناقل خبرات ياخدوها منين الاولاد يعني هل ده انت شايف افيد عدم وجودهم عشان الاولاد بتوعنا يطلعوا ويسهروا لفوق ولا وجودهم كان احسن عشان يتعلموا منهم خبرات ويتناقلوا خبرات؟
والله هو المحترفين في مصر هم ممكن بقالهم 15 سنه بيجوا في هليوبلس والجزيره، بس احنا بدانا خدنا برضو المنهج ده من سنتين بالظبط، ابتدت تيجي المحترفين. انا مع وجهه النظر اللي بتقول ان المحترفين اضافه، لان الخبرات المكتسبه يوميه، ازاي بيجي في ميعاده، ازاي بيتمرن بقوه، ازاي بيجي مركز، ازاي كل ده درس من غير درس، يعني من غير ما تقعد حد تفهمه، هو بس شايف مثل قدامه وبيشتغل عليه. لكن طبعا قطاع الناشئين لازم بقى يفرز، ولازم طبعا نعتمد على رجالتنا في وقت من الاوقات، بس طول ما احنا عندنا فرصه نكتسب خبرات، احنا النهارده وجبنا فرقه نتمرن معاها، طب احنا عندنا فرصه يبقى عندنا اثنين كل يوم معانا طول السيزون، بالضروري هيرفعوا مستوى الاولاد من كل النواحي بقى. ده اكيد. بس يعني كابتن خالد احب اضيف بس حته صغيره في الحته ديت، ان القرار دوت كان اتخاذه من الاتحاد او من الجمعيه العموميه للاتحاد المصري للسباحه متزامن مع تحرير سعر الصرف للدولار. بمعنى ان كان اللعيبه دي بتقبض بالعمله الصعبه. تمام، باليورو. فالتوقيت اللي اتخذ فيه هو التوقيت اللي كان فيه تحرير سعر الصرف، اللي الدولار وصل فيه لحوالي 20 جنيه او 19 جنيه في التوقيت ده، واليورو كان معدي في حاجه و20 جنيه، فنط من 9 جنيه تقريبا ل 20 جنيه. فبقت التكلفه بتاعه استخدام المحترفين بقت عاليه جدا، ودي برده من الاسباب اللي كانت شجعت الاتحاد، وكان برده هو توجه من الاتحاد على التوفيق، ومن نادي كمان الاهلي، ان احنا كنا برده يعني لينا توجه في الحكه دي، ان احنا بنوفر العمله. كان ساعتها في اتجاه لتوفير العمله في الدوله، فاحنا كنا متخذين اتجاه تدعيم الدوله بان احنا نوفر العمله، ان احنا ما نجيبش محترفين. دي حاجه كويسه جدا جدا. لكن خليني اقول لكم هنخش على اهم جزء في الحوار، وهو 6-1 ونتيجه يعني بتكون، كل ما نقول 6-1 لجماهير النادي الاهلي يعني في حاجات كثيره، كلام كثير بيتقال على 6-1. كابتن فاضل، 6-1 ايه دي؟ 6-1 ديت يعني علامة، تريد مارك خلاص. دي علامة لدرجة يعني، واحنا بنتفرج على الماتش يعني كان في احد جماهير نادي الزمالك يعني كان بيندح على اللعيبة، يقول لهم دخلوا حتى جون في نفسكم عشان ما يخش 6-1. لا لا لا، ان شاء الله ياخد 7-1 اكتر، بس ما يبقاش 6-1، ما يبقاش العلامة دهيت. يعني طب ازاي حصل؟ يعني احكي لنا، اشمعنى 6-1؟ ما كسبتوش 5-1 ليه؟ ما كسبتوش 4-1 ليه؟ 7-1 اشمعنى 6-1 وقف عندك؟ كنت فين ولا ايه يا كابتن؟ يعني تحس ان هو كان في احساس داخلي من اللعيبه ورضا بالنتيجه دهيت، لدرجه ان احنا فعلا في اخر هجمتين يعني ضيعنا الكوره. فعلا كان في امكانيه ان احنا نجيب جون او اثنين في الاخر، بس تحس ان اللعيبه يعني عايزه السكور ده يخلص كده. كابتن سيف، عملت ايه مع اللعيبه؟ ضيعت الكوره؟ لا قاصدين ولا مش قاصدين ولا ايه بالظبط؟ عايزين نعرف الكواليس بتاعت الماتش. على فكره مشي، هو يعني نادي الزمالك بقى له فتره بعيد عن الووتر بول، وهم بداوا تاني يخشوا الدرجه الاولى السنه دي. احنا قابلناهم مرتين، مره في الدوري كانت النتيجه 11-4، وفي الكاس 6-1. ما فيش اي حاجه يعني، طبعا ما فيش اي حاجه مقصوده. احنا الماتش مشي 2-0 الاول، بعد كده 4-1، بعد كده 5-1، وبعد كده 6-1. لقينا نفسنا في اخر 30 ثانيه هي 6-1، واحنا معانا الكوره، هو الوضع بقى كده مره واحده. هو الوضع كده، كان هم عايزين كده. هم طبعا يعني انا ما اعرفش بقى، كان في اتفاق يبقى كان ضمني في المايه بينهم بينهم وبين اللعيبه يعني. طيب، هي كابتن مدحت ايه؟ ليك تعليق على اي حاجه؟ مش عارف ليه بره الموضوع يعني. لا، في باعتبار ان حضرتك اتكلمت في الكواليس، كواليس كان كابتن وائل عزت رئيس الجهاز، جهاز العاب الماء، اخر هجمه كان باصص للساعه، هو عايزها تخلص دلوقتي، يعني عايز الوقت يخلص عشان يفضل السكور 6-1، لان احنا حابين النتيجه تطلع. انت حابب ده؟ طبعا. في تنسيق بين جهاز اتحاد السباحه والانديه بنظام المسابقات، ولا ده ما بيقعدش على الانديه في حاجه؟ لا، ازاي؟ في تنسيق طبعا ما بين الاتحاد ورؤساء الاجهزه، وكابتن محمد فاضل وكابتن وائل على علاقه طيبه جدا بالمهندس ياسر ادريس. حتى في جانب انساني في الموضوع، هم اصدقاء من قبل ما يبقوا. انتوا عيله يا كابتن، انتوا عائله. الحمد لله، هي اسمها عيله السباحه. عيله السباحه، يعني مع ان انا احب ان هي تتقال عيله الوتر بولو، بس هي اصلا على جميع الاصعده اسمها عيله السباحه. بس انا اول مره اشوفك هنا يا كابتن مدحت، يعني اول مره احس انت جاي. وجودي مع حضرتك فعلا شرف عظيم ليا، ولازم ابقى حاسب. الاجوان يا كابتن، انا اجوان طول عمرها، انت عارف الاجوان بصفه عامه في الالعاب الجماعيه يعني عندها حته زي عندها حته بيحنوا لبعض. بس هو مريح النهارده مني صح؟ لا، هو مدحت بس يعني في دور برد كده، هو اللي
مخليه هادي النهارده شويه. الحمد لله. النهارده تنسيق بين الاهلي واتحاد السباحه الوضع بيكون ايه في نظام المسابقات بالذات؟ بتكلم عن نظام المسابقات، هل فعلا في اراء بتتاخد بين جهاز السباحه وبين الاتحاد ولا الاتحاد ماشي في اتجاه والانديه ماشيه في اتجاه؟ لا لا، هو في بدايه السيزون بيبقى في اجتماع فني بيتعمل، بيحضروا المديرين الفنيين و يعني مندوبين عن الانديه، وبيتم اللي هم بيقعدوا مع اللجنه الفنيه في الاتحاد ومع لجنه المسابقات، وبيتم الاتفاق على الصوره اللي هيخرج بيها سباقات السيزون من دوري او من كاس. وبعد كده بيبدا الاتحاد يحط الجداول، الجداول دي بيتم مناقشتها اكتر من مره، وبتتبعت لينا، بتتبعت للانديه كلها مش لينا احنا بس، بتتبعت لكل انديه مصر وبيتم مناقشتها. ولو في تعديلات او في يعني حاجات مش مناسبه في مواعيد او حاجه بيتم تعديلها الى ان بنوصل للصوره النهائيه اللي بتبقى بترضي كل الاطراف. تمام. كابتن سيف، عندنا تحديات مهمه لفريق ووتر بولو زي ما احنا شفنا في التقرير، وقال ان ووتر بولو بيصعد الى رايح لمنصات التتويج. كابتن فاضل قال لنا ما شاء الله كل الفرق عندنا. تمام. التحديات اللي جايه عندنا الفريق الاول ايه؟ اول حاجه يوم الجمعه اللي جايه اول ماتش في الدور قبل النهائي لكاس مصر مع نادي هليوبلس، دي هتبقى اول مواجهه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، مواجهه صعبه. نادي هليوبلس حامل لقب البطوله دي، واحنا عندنا ان شاء الله استعدينا كويس، واحنا عايزين نغير ده وعايزين نبقى احنا بطل النسخه بتاعه السنه دي ان شاء الله. دي اول واحده. بس انا عارف انت كسبت هليوبلس قبل كده الدوري. في الدوري. في الدوري السنه دي يعني في الحمد لله مكسب قبل كده. لعبنا مع هليوبلس السنه دي ثلاث مرات، اول واحده كانت كاس السوبر خسرنا بنالتيات، بعد كده في الدوري كسبنا فرق 2 تقريبا، وبعد كده في كاس مصر الدور الاولاني الادوار التمهيديه كان برده كنا بنجرب لعيبه كتير جديده، ف يعني خسرنا الماتش ده. ان شاء الله الماتش الجاي وضع مختلف معانا. الجمعه الجايه طبعا خروج المغلوب خلاص، يعني احنا مفيش بقى وقت تجربه واي حاجه، هنبقى ان شاء الله استعدينا في المعسكر ده كويس جدا، وان شاء الله الجمعه والحد والثلاث تبقى مواجهات مصيريه. لعبتنا والحاله النفسيه ليها حاجه مهمه جدا، بالذات انت بتقولي في لعيبه صغيره طالعه في المنظومه، يعني طبعا اخبارهم ايه؟ الفتره اللي فاتت احنا بنجرب كل شويه لعيبه من قطاع الناشئين، بيترشح لنا لعيبه من قطاع الناشئين بيخشوا يتمرنوا مع الدرجه الاولى، وحتى في المعسكر مع نادي بارتيزان الماتش الرسمي كان فيه حوالي 3 لعيبه من مواليد 2000 و2001 و2002، لعيبه يعني انا شايف ان هو مساله وقت بس وهيكون لها دور مع الدرجه الاولى. الجانب النفسي دي حاجه كويسه عندنا في النادي، ان اللعيب ما بيخافش من اي حاجه، هو دايما حاسس رايح اي مواجهه مع اي فريق حاسس ان هو النادي الاهلي، مش لازم هو قلقان او خايف او اللي هو القلق. شخصيه النادي الاهلي. شخصيه النادي الاهلي بالظبط، دي مهمه جدا. طبعا كابتن مدحت، عندنا في التحديات اللي جايه البطوله العربيه ان شاء الله، خلصنا جهزنا، دي اهم حاجه عندنا. واحنا لسه وصلنا من الاتحاد الكويتي فاكس او ميل بيقول ان احنا ان شاء الله من 1-6 مارس عندنا بطوله عربيه، هنروح احنا ونادي هليوبلس، وهنبتدي خلاص من بكره الصبح نبتدي نخاطب اداره النشاط الرياضي علشان اجراءات بقى استخراج التاشيرات والاكوموديشن هناك والترتيبات كلها اللازمه، البيبر ورك وشغل الورق كله هيبتدي من بكره الصبح ان شاء الله، وربنا المستعان. يا رب. المنافسه في البطوله العربيه شيء مهم، وانا عارف البطوله العربيه بالنسبه لكم هي البطوله الاقوى، بطولات كثيره وفيها محترفين، النادي الاهلي يستعين بمحترفين في البطوله العربيه ولا النادي الاهلي هيستمر زي ما هو؟ لا، احنا هنستعين بمحترفين في البطوله العربيه. البطوله العربيه نظامها مختلف شويه عن بطوله الدوري، عن النظام المحلي عندنا. احنا النظام المحلي عندنا بيبقى 15 لعيب في كل ماتش، البطوله العربيه بتبقى وفقا لقواعد الاتحاد الدولي 13 لعيب بس. البطوله العربيه بتسمح باستخدام عدد 2 محترفين. احنا طبعا عندنا المدير الفني سربي، وهو حاليا بيدرس السير الذاتيه لعدد من اللعيبه. هو اللي جايب ولا ده بيتعرض عليه منكم مثلا كجهاز؟ اللعيبه لا، هو اللي بيعرض علينا اللعيبه. طب كويس جدا. هو مدير الفني، هو عارف طبعا مع كابتن سيف ومع بقيه اعضاء الجهاز الفني، هم بيبقوا عارفين احتياجات الفريق الفنيه ايه،
اني مراكز اللي هم محتاجين يدعموها بلعيبه. اكيد مش هقولك اي مركز. لا طبعا اكيد مش هقولك اي مركز. صح صيف ما عجبوش السنه اكيد مش هقولك هدعمهم اي مركز نكمل طبعا اكيد دي حاجه سريه. لا لا طبعا مش حاجه انا عارف طبعا. انما هو بيرشح لنا السير الذاتيه, بيرشح الناس. هو كان مدرب منتخب صربيا قبل كده وملم جدا باللعيبه على الاقوياء اللي هم موجودين, فبناء عليه هو عارف ان ده تارجت مهم جدا لينا, فهو بيرشح لنا الاسامي وبناء عليه احنا بنشوف افضل الناس فنيا وافضل الناس اللي هتفيد الفرقه. طبعا بنرفع الامر للنشط الرياضي ودور بيرفعه المجلس الاداره, بناخد موافقه عشان ناخد موافقه لاستخدام اللعيبه. البطوله طبعا تحت اشراف الاتحاد الكويتي, مش نادي معين هو اللي بيشرف عليها, الاتحاد الكويتي نفسه هو اللي بيشرف على تنظيم البطوله. والاتحاد الكويتي مشكورا هو بعت في ضمن الدعوه ان هو هيستضيف الاقامه والاعاشه على نفقته الخاصه بعدد 17 فرد هايل من افراد البعثه, وبقيه البعثه هتبقى على نفقه النادي, هتبقى لان البعثه بتبقى حوالي 21 فرد, فهم في 17 الاتحاد الكويتي هيبقى مستضيفهم الاقامه والعيشه بتاعتهم بالكامل, واحنا هنستضيف اربعه واحنا هندفع الباقي بالفرق الاربعه. وبيتم هيتم الفتره اللي جايه ان الخطاب بتاعهم لسه جاي لنا عن طريق الاتحاد المصري للسباحه, لسه وصل لنا النهارده, فان شاء الله اعتبارا من بكره هنبدا ناخد الاجراءات ومخاطبه الاتحاد الكويتي عشان نعرف اماكن الاقامه ونعرف الاسعار ونعرف الحاجات, وفي نفس الوقت برضو نبعت لهم الاسامي الاوفيشال بتاعه البعثه اللي هتيجي عشان يبداوا يبعتوا لنا الخطابات الرسميه اللي هنروح بيها السفاره لاستقرار التاشيرات. تمام. هل عرفنا اسماء الفرق اللي هتنافس في او هتشترك في البطوله ولا لسه بتعرفها هتبيع عن في المرحله الجايه؟ هو حاليا احنا ما نعرفش غير ان احنا وهليوبس اللي مشاركين, لكن احنا عارفين ان الكويت مشارك بفرقتين. بطل الدوري الكويتي هو الكويت الكويتي, نادي الكويت, فده اكيد مشارك. في نادي القادسيه السعودي ده بطل الدوري السعودي, فاكيد برضه هيبقى مشارك. لحد دلوقتي كلهم طبعا بيدعمون محترفين يا كابتن. كلهم بيدعمون محترفين. خاصه برضو ان هم يمكن النواحي الماديه عندهم اعلى مننا شويه ككويت وسعوديه, فبيبقوا عندهم الامكانيات الماديه ان هم بيجيبوا ناس. عندنا الامكانيات الماديه في ده كابتن فاضل احنا انما احنا السنه دي انا يعني يعني المعروف ان احنا مش هنبخل على الفرقه باذن الله, لان احنا رايحين نمثل مصر, مش بنمثل بس النادي الاهلي, النادي الاهلي بيمثل مصر. ما ينفعش ان احنا نروح ويظهر مظهر مش لائق باذن الله. فان شاء الله يعني احنا هندعم تدعيم جامد, وان شاء الله هنرجع ان شاء الله من البطوله دي بالكاس بتاعها يا رب, لان احنا اكتر دوله اكتر نادي كسب البطوله العربيه النادي الاهلي. لا هو بصفه عامه كمان مجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي ما بيتاخروش عننا في اي حاجه خالص, سواء معسكرات او في استخدام لعيبه محترفين اسوه ببقيه الانديه المشاركه عمرهم ما تاخروا علينا. تمام كابتن سيف, سؤال مهم, ليه البطوله العربيه هي الاقوى وليس البطوله الافريقيه من وجهه النظر؟ والاهتمام دايما بيكون في البلاد العربيه بلعبه الوتر بولو, والبلاد الافريقيه شويه اقل شويه, ليه؟ اللعبه في افريقيا بتتمارس تقريبا فيها في 6 دول, كل يعني شمال افريقيا, مصر وتونس والمغرب والجزائر, وبعد العربية كلها بعد كده جنوب افريقيا وزيمبابوي, بس كده دول 6 فرق. هم دول زيمبابوي لحد 20 سنه كل مشاركاتهم تحت 20 سنه ما بيشاركوش بفريق اول, وجنوب افريقيا يعني على فترات ما بيبقاش فيه بطوله يعني عربيه, لان افريقيا مصر كمستوى انديه مصر مستوى مرتفع جدا, فهتبقى يعني بطوله يعني ضعيفه من المستوى الفني. على الصعيد الاخر بقى البطوله العربيه زي ما كابتن فاضل قال بيبقى عندهم فرصه يجيبوا محترفين, فبيبقى المشاركات والانديه على مستوى فني اعلى. وعلى فكره البطوله العربيه اللي بيصنع الفرق فعلا اللعيب بتاع مصر, لان هو في الاخر هم جايبين محترفين واحنا جايبين محترفين, والفرق فعلا الواسع ما بين اللعيب المصري وبقيه الدول العربيه هو ده اللي بيعمل فرق في البطولات العربيه. يعني كابتن مدحت, التنافس بين البلاد العربيه مصر هي الليد لو ما كانش فيه محترفين. يعني تكملة لكلام كابتن سيف, اللعيب المصري او فرقه النادي الاهلي او منتخب مصر بصفة عامة هو اللي بيعمل الفرق, لأن لو هنا 2 لعيبة محترفين وفي أي دولة تانية 2 لعيبة محترفين ونازلين, لو هنتجاهل اللعيبة المحترفة هيبقى المواجهة ما بين
اللعيبه المصريه ولاعيبه اي دوله عربيه ثانيه. اعتقد لعبنا في كاس العالم قريب كان في نتيجه كبيره مع اعتقد السعوديه مظبوط، فده في فرق كبير بيننا وبين بعض. كابتن سيف، عايز اسالك عن المدير الفني السربي، كيفيه التعامل معاه واكتساب الخبرات منه؟ انا عارف ان هو يعني حد قريب جدا بالنسبه للعيبه وكده، عايزين بس نخش في الكواليس شويه. ويتعامل ازاي مع اللعيبه؟ هو الراجل ده يعني جه في شهر 9، بدا في شهر 9. طبعا احنا كنا مجهزين ريبورت عن الفرقه ونتائجها والتفاصيل من كل النواحي زي ما قلت لك بقى، بدنيه وذهنيه وفنيه وتكتيكيه. طبعا الراجل خد الكلام ده وبعد كده ابتدى يجرب هو بطريقته، هو عايز يكون انطباعه هو عن الفرقه. ف يعني ابتدى معاهم من كل النواحي من الصفر، كانه ما يعني ما شافهمش قبل كده ولا كانه حتى يعني عارف عنهم اي حاجه خالص. فهو ابتدى معاهم بطريقه يعني كويسه جدا، يعني كانه ما يعرفهمش قبل كده، وواحده واحده ابتدى يبني علاقته بواحد واحد جوه الفرقه. بيبني علاقته بواحد واحد في الفرقه بالظبط. طبعا يعني الجزء الفني التوجيه هو في منتهى الحزم، بس في نفس الوقت حزم واللعيبه مش يعني ما مش متضايقه منه. فهو في علاقه بين المدير الفني واللعيبه بتاعته، في علاقه بالظبط. هي العلاقه دي بتمشي، هي طبعا، بس هو في نفس الوقت هو ما اخفلش الجزء النظامي او الجزء اللي هو الانضباطي في الفرقه. الانضباطي في الفريق بالظبط، من اي حد في الفرقه ممكن يلاقي نفسه بره السكور واي حد ممكن يلاقي نفسه جوه، يعني ما عندوش هو. لا اعتقد دي يعني هي دي شخصيه النادي الاهلي، اللعيبه كلها تكون في التزام في انضباط. بعد كابتنها عايز تكمل. لا هو برضه تكمله لكلام كابتن سيف، هو الراجل بيبان من اول، يعني المدرب بيبان من اول اسبوع. عايزك تعالي صدق شويه، صدق كوره يا كابتن. بسرعه برد والله يا كابتن. اتفضل. المدرب ده لما وصل وعرضنا عليه كل التقارير عن اصغر لعيب، لا هو طلب كمان الحالات الاصابات اللعيبه كلها، حتى الاصابات اللي تم معالجتها كان عايز يعرف الهيستوري بتاعها. ده الدوكيمنت عند حضرتك بقى؟ الدوكيمنت جاهز طبعا، وقدمنا له ريبورت، بس حسسني ان هو المدرب كل ما يخش في ديتيلز اكتر كل ما تثق في ان هو ما بيفوتش حاجه. فده خلانا نديله نابريشيت. علاقته ايه بالجهاز الاداري؟ مع حضرتك كمدير بيطلب مساعد الجهاز، فعلاقته ايه؟ كلمتين، بيطلب بيلاقي، يعني اي تقرير هو محتاجه، اي ادوات هو محتاجها، هو بس مجرد ان هو بيطلبها احنا بنرفعها على طول لاداره النشاط الرياضي بعد موافقه رئيس الجهاز كابتن وائل عزت، وبنجهزها له على طول. سواء ادوات للجيم، سواء كور طبيه، سواء اساتك، سواء اجوان، اي ادوات هو محتاجها، حتى الفري ويتس اللي بيحتاجها في الجيم على طول بنلاقيها في المخزن وبنطلعها. فهو بيطلب بيلاقي على طول الحمد لله. خلينا من الجانب الاداري وخلينا من الجانب الفني، اخباره ايه في الحياه؟ تعود على الاكل بقى المصري وبتاعه وكده، وطلب منك حاجات قوي. وبعدين على غير العاده، أيوة. هو صربي، لا هو كريم بزياده. هو المدرب على غير العاده، بس مش بيعمل اكل، احنا بنعمل اكل مصري. لا هو بيعزم اللعيبه وبيجيب لهم هدايا، وكان حريص على الايمج بتاعت النادي الاهلي اكتر من اي مدرب كان موجود، فكان له طلب والحي فيه لغايه ما نفذناه، ان كل المدربين بتوع كل المراحل السنيه يلبسوا وهم واقفين على التمرين سويتشيرت بتاع النادي الاهلي. والجهاز الاداري بيلبس الجاكيت. فما نفذنا له اللي هو عايزه، لقينا فعلا في ايمج مختلف قوي. وهي دي ايمج النادي الاهلي، وتخض. وما بنروح كلنا اي ماتش لابسين السويتشيرتات اللي هو امر بيها، بيبقى لينا هيبه كده. طبعا اكيد كابتن فاضل، سباقين مع نادي بارتيزيان، لكن بنطلب حاجه ثانيه، اخبار البطولات الدوليه في النادي الاهلي. ليه ما نعملش بطوله كان نادي هليوبوليس هو دايما سباق بالبطولات؟ ليه النادي الاهلي ما فكرتوش ان انتوا تعملوا بطولات دوليه قبل كده؟ لا او في القريب العاجل يعني. لا احنا فكرنا والموضوع فعلا تحت الدراسه دلوقتي، واحنا يعني شبه شغالين عليه بقالنا فتره، ان احنا عايزين نعمل بطوله دوليه، بس احنا عايزين نعملها مش كره ميه بس، احنا عايزين نعملها الالعاب الماء، بمعنى ان هي تبقى فيها سباحه، فيها كره ميه، فيها بالي مائي، ما تبقاش بطوله كبيره جدا، تبقى بطوله كبيره. النادي الاهلي نادي كبير، ما ينفعش يعمل بطوله، يعمل بطوله كبيره، ما تبقاش بطوله وخلاص. فاحنا فعلا شغالين عليها، يعني
وهتبقى ان شاء الله يعني مفاجاه في القريب العاجل. يعني ما يعني في خلال السنه دي خلال 2019 يعني عشان برضه ابقى واضح مش هتبقى في القريب العاجل قوي، لان احنا حاليا عندنا مثلا عندنا بطوله القاهره للسباحه هتبدا الشهر في شهر فبراير، وراها في نهايه مارس عندنا بطوله كاس مصر للسباحه، في نفس الوقت عندنا بطوله الباليه المائي كاس مصر للباليه المائي، عندنا بطوله الجمهوريه للغطس، عندنا نهائيات الدوريات بتاعت كره المياه كلها، وبدايه كاس مصر في وكاس مصر في كره المياه. فطبعا احنا في فتره يعني احنا مشغولين بالبطولات المحليه بتاعتنا والبطولات العربيه زي بطوله العربيه بتاعت كره المياه، انما احنا عايزين نبدا السيزون اللي جاي اللي هو في شهر 8 و9 اللي جاي نبدا السيزون ببطوله دوليه باسم النادي الاهلي وتليق بمكان النادي الاهلي باذن الله. ودي حاجه احنا فعلا شغالين عليها الفتره ديت، طبعا كابتن وائل، كابتن رفعت عبد القادر في النشاط الرياضي، كابتن ايمن سعد مستشار مجلس الاداره مستشار فني مجلس الاداره، احنا شغالين فعلا على الموضوع دوت وحاطين كذا سيناريو وحاطين كذا فكره وبندرس وشغالين عليها دلوقتي وبندرسها قبل ما نبدا نعرضها عشان تخش حيز التنفيذ. هايل كابتن فاضل، نورتنا وشرفتنا. انا سعيد جدا ان انا معاك، طبعا دي مش اول مره يعني، وان شاء الله تبقى دايما على طول مع بعض يا رب باذن الله. كابتن سيف، كابتن مدحت فرج، نورتونا وشرفتنا جدا. في نهايه حلقتنا بنشكر جهاز العاب الماء، وان شاء الله باذن الله في القريب العاجل يقدروا يحققوا المكاسب اللي هم عايزينها في البطولات اللي جايه. في نهايه حلقتنا شكرا والى اللقاء.